أيها الأحرار العرب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الجمعة اللي فات عملت على قناتي الحقيقة بث مباشر عن معنى الحضارة، وهل ينفع أنك تستعير الحضارة؟ وهل الحضارة دي مجرد بناء أبراج عملاقة وألعاب نارية وبس؟ هل ده ينفع؟ هل معنى لو أنا عملت كده أبقى أنا خلاص دولة متحضرة؟ الليلة خلينا نرجع ورا شوية، يجي 160 سنة كده، عشان نوريكم نموذج للحضارة أو لاستعارة الحضارة. لما جاء مصر حاكم افتكر أن الحضارة ممكن يشتريها، وفضل ياخد قروض كتيرة جدا ويعمل أوبرا وحفلات ويبني قصور، لكنه في النهاية انتهى بتسليم مصر للديانة ثم الاحتلال. أيوة دي القصة اللي انت عارفها، قصة الخديوي إسماعيل اللي تولى الحكم الحقيقة بعد وساب الحكم بديون. السيسي مش عايز يتعلم من القصة دي حاجة، رغم انك انت لو دخلت على موقع الرئاسة هتلاقيهم كاتبين قصة الخديوي إسماعيل. ادي الصورة اهي من موقع الرئاسة، ادي الملك فاروق، خديوي عباس، ودي صورة الخديوي إسماعيل من 1863 ل 1879. تحت مكتوب ايه؟ أسرف في المشروعات النهضوية ومظاهر العظمة، فلجأ إلى القروض، الأمر الذي أدى إلى تدخل الأجانب في الشأن المصري اقتصاديا وسياسيا. هم تقريبا محدش انتبه للكلام المكتوب على موقع الرئاسة من بعد السيسي ما جه، علشان هم لو كانوا شافوا الكلام المكتوب ده عن الخديوي إسماعيل كانوا حذفوه قبل ما السيسي يحس ان على راسه بطحة. هتقولي طيب انت جبت منين ان السيسي ما تعلمش من الخديوي اسماعيل او ما تعلمش من التاريخ؟ اقولك ما هو السيسي ماشي على اللي عمله الخديوي اسماعيل بالمسطرة، وربنا يستر وما يوصلش او ما يوصلش مصر لنفس النتيجة. زي ما حضرتك كده شفت امبارح اثيوبيا بتحتفل او هتبدأ الملء الرابع، والسيسي بيحتفل ومعاه كام رئيس وكام حاكم دولة عربية، بيفتتح فندق الماسة بتاع الجيش في مدينة العالمين الجديدة أو في العاصمة الإدارية معرفش فين، والحكومة الأوتيل ده معمول للحكومة ومعاهم الأسرياء. خلينا نشوف الفيديو ده حضرات عشان نفتكر مع بعض مظاهر العظمة والبزخ واستعارة الحضارة. نشوف ده. دي دولة مش عليها 157 مليار دولار. الدولة دي لما تشوف كده ما تحسش ان عليها ولا قرش ديون، فشخرة وحاجة عظيمة جدا، نفس الفشخرة بتاعت الخديوي إسماعيل واكتر كمان. خلينا نشوف كده فشخرة الخديوي إسماعيل كان شكلها عامل ازاي. راح دعا امراء اهي واباطرة اوروبا وريجيني واسماعيدي اوجيني، وعمل بقى افتتاح فخم وبتاع. طبعا ما كانش فيه وقتها فوتوغرافيا، فاكتفى الرسامين بانهم رسموا مظاهر فشخرة لافتتاح قناة السويس. وراح جاب بقى الراجل اللي عمل له أوبرا عايدة وتأجلت، اتعملت السنة اللي بعدها أو اتعملت بعدها، وهنا أديك شايف أهو نفس القصة بالظبط. ده بيفتتح قناة السويس، ده بيفتتح فندق في العالمين. ده قناة السويس اللي هي شريان التجارة اللي هي خلت مصر حاجة تانية. ده الحقيقة بيفتتح فندق، حتة فندق يعني حاجة كده صغيرة قد كده. السيسي محتاج البهرجة والبزخ ده كله؟ أيوة، كم البزخ والبهرجة والسفه في الاحتفالات بافتتاح فندق. تخيل فندق مش قناة سويس، فندق أصلا مملوك لمؤسسة المفروض إنها مؤسسة عامة وهي الجيش. حضرتك عايز تعرف بقى كم تكلفة الفندق ده، ولا احنا كشعب ملناش دعوة عشان ده علق الجيش زي ما بيقولوا جرانات الجيش؟ عايز تعرف؟ لما تيجي تسأل على مشاريع الجيش الاقتصادية هيطلع واحد يقولك ده علق الجيش. ده اللي كتبه الدكتور مراد علي في البوست ده. فندق الماسة في العالمين اللي افتتح امس المملوك لمؤسسة عامة اللي هي الجيش، وتم بناؤه باموال الشعب، فهل يحق لنا ان نعرف تكلفته بالضبط؟ اتوقع مليارات. وهل يمكن أن نعرف دراسة الجدوى الخاصة بها؟
وكيف سيتم استعادة تكلفته، وما هي احتمالات إشغالات أو إشغال غرف الـ 1300 غرفة؟ قبل ما أجيب لك تعليقات الناس عشان بس إيه تعرف إن الناس عندها حق، قبل ما أجيب لك تعليقات الناس خلينا أجيب لك الفندق ده فيه 1300 غرفة. يا ترى بقى والسيزون قرب يخلص، احنا في 8 داخلين على 9 بيفتتحوا دلوقتي في نهاية السيزون، أوكي، يا ترى مصر فيها سياحة قوي كده؟ لا، عايز أقول لك إن الشعب أو المصريين بيروحوا السياحة في تركيا. مش أنا اللي قلت الكلام ده، اللي قال الكلام ده أحمد موسى، طلع زعلان من الشعب المصري عشان بيروحوا يعملوا سياحة في تركيا. أحمد موسى طلع امبارح على الهوا في برنامجه وزعلان جدا من المصريين، بيقول لهم أنتوا رايحين تعملوا سياحة في تركيا؟ أكل وشرب ونوم؟ اسمع بس يا عمار. أيوه أحمد، أنت مستغرب ليه؟ أنا عايز أقول لك إنه عدد السياح اللي دخلوا اسطنبول من أول السنة دي 23 مليون وكسور. أيوه أحمد، أنا هفاجئك، بس عايز أقول لك إن عدد السياح اللي دخل تركيا بالإحصاء 23 مليون. يا أحمد، عايز أقول لك إن مش كلهم مصريين، ده فيهم سعوديين وكويتيين وقطريين وإماراتيين. أيوه يا أحمد، تركيا بلد جميلة أوي يا أحمد، أوي أوي. تركيا أحلى من لندن، اسطنبول أحلى من لندن، اسطنبول يا أحمد أحلى من ألمانيا، أحلى من برلين. أنا بقول لك يا أحمد، اسطنبول أحلى من القاهرة. أيوة، خدمات وشوارع، سياحة. المطار بتاع اسطنبول الجديد أحلى من مطار القاهرة، وأحلى مطار في أوروبا كلها، مش مطار بس مصر. مطار اسطنبول الجديد أحلى واحد من أحلى مطارات العالم. أيوة يا أحمد، أيوة. أنت مصدوم ليه؟ ما احنا عشنا وشفنا. اسطنبول أحلى من لندن ومن برلين، اسمع مني يا أحمد، واسطنبول وتركيا مليانة خلايجة، مليانة. أحمد، الناس دي كان عندها حاجات بسيطة كبرتها ونظفتها فبقت دولة. فأنت يا أحمد ما عندهمش رئيس بيفتتح فندق، رئيسهم بيفتتح مطار واحد من أحلى مطارات العالم. رئيسهم يا أحمد يفتتح حاجات مهمة، مش يروح يلم زعماء عشان يفتتح العالمين، فندق العالمين. المشكلة دي يا أحمد إن أنت رحت صرفته على الفندق ده مليارات، بينما السياحة رايحة تركيا، السياحة رايحة أسبانيا يا أحمد، مش جاية عندك خالص، لأن أنت عندك مشكلة. أنت أمنيا كل حاجة ممنوع، تصور ممنوع، تعمل ممنوع، تطلع ممنوع، تنزل. انت ماشي في الشارع لو السايح اتمسك، داريجين اتمسك اتنسل ومات. الواد الفرنساوي قعد سنة لحد ما قالوا طلعوه. يا احمد، السياح بيتعاملوا في مصر وحش، سواء من الامن. ودينا شفنا يا احمد الشاب اليوتيوبر اللي نزل يصور والشرطة طردته وطلع قال للعالم كله ما حدش يروح مصر. يوتيوبر مشهور جدا وصفحته عليها ملايين، طلع قال للعالم يا جماعة ما حدش يروح مصر، يا جماعة مصر بلد وحشة، الأمن بيطارد في كل حتة. أيوة يا أحمد، ما هو ده اللي أنا عايزك تفكر فيه أنت واللي مشغلك. القصة مش فندق، السياحة يا أحمد مش فندق، والحضارة يا أحمد مش فندق. ويا أحمد الناس شايفة كويس قوي أنه في فرق ما بين الأحياء الشعبية والعالمين والعاصمة الإدارية، وأن ده شعب وده شعب تاني، الله يمسيه بالخير اللي تنبأ بيها عيل حجار. ايوه يا احمد، الناس بتشوف كويس جدا والناس بتدرس، وممكن اطلع لك دلوقتي الصفحه بتاع اليوتيوبر ده اللي قال للناس ما تنزلوش مصر. مش واحد على فكره، ده اكتر من يوتيوبر قال نفس الكلام. فانت جاي تعمل اوتيل فخم وتصرف عليه وعلى افتتاحه بالشكل ده، وبزغ بقى وفاير ووركس والحاجات دي، وانت اصلا ما عندكش سياحه، واصلا السيزون بيقفل، واصلا انت عندك ناس مش لاقيه ميه للبيوت. تركيا ما فيهاش كده يا احمد، تركيا ما فيهاش فندق زي العالمين، وما فيهاش ست مش لاقيه حنفيه الميه، بلد كامله ما عندهاش ميه من شهور. تركيا ما فيهاش كده يا احمد،
تركيا ما فيهاش بلد اوتيل زي ده، طبعا فيها اوتيلات زي كده وافخم من كده، بس ما فيهاش التناقض ده يا احمد، ان انا اعمل اوتيل كده وفي بلد تانية مش لاقي المم، ان انا اعمل اوتيل كده والصيادين مش عارفين يطلعوا يصطادوا، ان انا اعمل اوتيل كده واروح اغد حته تانية. انا ده مش تعليق يا احمد، السياحه مش اوتيل، السياحه خدمه مكتمله يا احمد، السياحه سياسه دوله يا ابو حميد. امتى هتفهموا، امتى هتتعلموا ان السياحه مش اوتيل 45 نجمه؟ السائح بعد ما ينزل الاوتيل ده هيمشي في الشارع، هشوف الست اللي مش لاقيه ميه، وهشوف الناس اللي بتنط من العربيات، وهشوف الشوارع اللي متغرقه، وهشوف الكهرباء اللي بتتقطع 40,000 مره، وممكن في الاوتيل ده السائح ياكل اكل يتسمم فيموت زي السائح اللي حصل له في شرم الشيخ، او ممكن يجي له قرش ياكله ويطلع المحافظ ينكر ان في قرش اصلا. السياحه يا احمد منظومه كامله، انتوا حمير مش بتفهموا، السياحه منظومه متكامله، سياسه كامله. السائح اللي هيخرج من الحته دي لو عدى حته معينه هيلاقي امين شرطه عايز منه الابيج ويعديه او يضايقه. السائح اللي معاه كاميرا في الاوتيل ده يتسأل بتصور مين، حضرتك معاك ايه، ويفضلوا يضايقوه زي ما حصل مع اليوتيوبر. يا احمد السياحه متكامله اهو، اتفرج ادي السائح واليوتيوبر اهو اللي قال ما تنزلوش مصر تاني، الراجل ده بص قابضين عليه وبيفتشوا في كاميراته، وقال لكل متابعينه اوعوا تنزلوا مصر تاني. اسمعوا كده، الراجل ده بيقول ان انا اكتشفت ان النظام المصري خايف من بعد الثوره، ونصح كل متابعينه ما تنزلوش مصر. فانت عمال تعمل افخم فندق في التاريخ، بس انت عندك اجراءات تمنع اي سياحه، عندك جوع وعندك فقر وعندك امن ماسك كل حاجه، عندك سايح زي ده هيدفع كل صوره هيدفع لها فلوس، ده غير ان هيطلب منه موافقات واوراق. يا احمد محمد دياب المخرج المصري لما حب يصور المسلسل بتاعه اجزاء منه في مصر، اللي هو ايه اسمه ايه، مون نايت تقريبا، ايوه، لما حب يصوره احتاجوا لتصريحات فشل وضاعت على مصر ملايين، واضطر يصور في بلد عربية تانية غالبا المغرب. وده مش سايح، ده مصري بيخرج مسلسل عالمي فعايز يصور في بلده، معرفش. السايح ده بقى هينزل من اوتيل هيتقال له هات تصاريح بقى عشان تصور، وهيتقال له هات موافقات من الناس اللي انت بتصورهم. يعني لو صور كده الناس في ميدان التحرير يطلع ياخد 7,000 موافقة من الناس. السياحة يا احمد مش اوتيل خالص، السياحة حاجات كتير جدا، السياحة حاجات كتيرة قوي، مبقاش في فرق بين اوتيل العالمين والشعب اللي بيجوع. تعال شوف التعليقات الناس العادية اللي من الشعب المصري اللي زيي وزيك، بيقولوا ايه على فندق الماسة؟ الناس بتسأل هو الفندق ده هيسدد الديون على مصر ولا ايه؟ ولا ترشيد الكهرباء والانفاق؟ خلينا نسمع كده تعليقات اهو. هل انتاج مشروعات فندق الماسة هيسدد القروض اللي علينا؟ احنا كشعب استفدنا ايه؟ عملوا لصاحبه من دم الشعب، يعني الفندق ده هو اللي هيسد الديون اللي علينا ولا ايه؟ يعني دي بهرجه الدوله مش لاقيه تاكل وبتشحت من كل العالم؟ دي تعليقات الناس يا احمد. ليه ما احنا فقراء قوي يا ابن ما شاء الله، ترشيد ترشيد يعني مفيش كلام، ولا انتم في دوله والناس في دوله خارج الحدود؟ حسبي الله ونعم الوكيل، البلد ضاعت هيصه والناس ليس، ناس هيصه والناس ليسه، ده الشعب مش لاقي اكل، مش كنا وفرنا حق الاحتفالات دي وسددنا ديون؟ ده نموذج من التعليقات. حالة غضب يا احمد يا موسى اجتاحت السوشيال ميديا امبارح، بلد فقير مديون بيواجه خطر الافلاس وفي نفس الوقت بيعمل كل البهرجة دي. فطلعت اللجان الالكترونية بتاعت السيسي كلها بنفس الكلام بنفس الاسطوانة، يقول لك زعماء العالم جايين في مصر 15 سبتمبر عشان افتح العالمين ومعاهم رجال اعمال ومستثمرين والدنيا هتحلى، بس انت اصبر. اتفرج على اللي وصفه سليم عزوز بانه المقرر الدراسي اللجان الالكترونيه، مضحكه. الاستاذ سليم عزوز رصد بوست واحد كتبه اكتر من حساب بنفس النص، عمرو فهمي كمال، بص نفس النص،
حقيقة واقعة. زعماء وملوك العرب جميعا سيحضرون افتتاح مدينة العالمين 15 المقبل، ومعهم رجال أعمال ومستثمرين كبار برعاية وحضور السيسي، وفي مشاريع استثمارية ضخمة ورز مهلبية هتتعمل في مصر، واللي معاه دولار ومخبيه يطلعه ويوديه البنك ان دولار بعدها هينزل سعره، وتحيا مصر. نفس الصيغة، شوف الهبل، نفس الصيغة، اطلع اطلع فوق كمان، شوف الهبل، اطلع، نفس الصيغة، عطية سلامة وفاتن، نفس الصيغة، مسلطين لجانهم الإلكترونية عشان تقول نفس كلام أحمد موسى اللي قاله لكم في 2018، نفس الكلام، الدولار هينزل وهيبقى بتلاتة جنيه، واحنا بص هنمشي كده في رز بلبن، اللي يقول ذهب مرجان ياقوت. افتكر معايا أحمد موسى في 2017 نفس الكلام كده، افتكر كده، قسما بالله ما في مؤمن على وجه الأرض مسيحي مسلم يهودي عنده نفس ثقة أحمد موسى. أنا أتحدى أينشتاين إنه كان عنده نفس الثقة دي. يا سبحان الله، الجدع ده عنده ثقة مش عند، يعني مش عند علماء، ما عندهمش نفس الثقة دي. ذهب ياقوت مرجان، عندك بترول بكثافة، عندك ذهب بكثافة، عندك غاز بكثافة، ده الكلام ده في 2017، نفس اللي قالته اللجان. هات بقى اللجان تاني كده، قال لك في 15 سبتمبر اللي معاه دولار يبيعه لان الدولار هينزل، هيا مش عارف ايه، والدولار نفس اللجان، نفس الكلام، الاربعة نفس الكلام، اطلع فوق اطلع فوق، نفس الكلام، وهيجي مستثمرين واللي معاه دولار ومخبيه يطلعه ويوديه البنك بسرعة لان الدولار بعدها هينزل، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. فين كل ده بقى؟ نفس الكذب القديم بيتعاد تاني، والنتيجة، عايز النتيجة النهاردة؟ خد الدولار ارتفع اهو، ادي خبر في الشروق، في الشروق شهر التعبس 23 اغسطس ارتفاع الدولار بالبنك المركزي اللي يسجل 19.21، ده تاني يوم على طول. يعني اللي جان طالع امبارح تقول لك الدولار هينزل، تاني يوم الدولار 19.21. يا حضرات، انا عايز اقول للسيسي والمخابرات الحربية والشؤون المعنوية والمخابرات العامة، اهدوا شوية على الناس، الناس شبعت اسطوانات، الناس شبعت، والله العظيم الناس حفظتكم، والغضب من مشاهد البزخ في العالمين مع واقع مهبب الناس عايشينه. عيب، طلع مسؤول في الاسكان يقول جرائية مصريين، هو عشان الحاجات دي العالمين دي مش عشاننا، دي ليكوا انتوا اهو. اتفضل، الاسكان العالمي مدينة لكل شرائح المجتمع، كل شرائح المجتمع، كل شرائح المجتمع. طب يا اخي الاول خلوا الناس تحجز في ارض الاسكان الاجتماعي اللي الناس مش عارفه توصل للصفحه بتاعه الموقع بتاعه، وبيقولوا الارض اتوزعت لناس معينه اهو، وسط اتهامات بالفساد شكاوى من عطل بموقع الاسكان خلال التقديم على اراضي بالاسكان الاجتماعي التي تقدم لها 22,000 شخص ومطالبات برد رسوم التسجيل التي تتراوح ما بين 500 الى 1500 جنيه. سرقوا فلوس الناس والموقع واقف. او بلاش يا اخي، سيبوا الناس في اراضيهم في الوراء او في مسبيرو او في الدائري اللي هديتوا بيوتهم وشرطوهم ولا عوضتوهم بمساكن بديله ولا حتى اخذوا تعويض مالي. اهالي الوراء عايشين في رعب، ومصير اكثر من 30,000 مواطن ساكنين في الوراء في المجهول. ليه؟ لان في تهديدات امنيه والاهالي متمسكين بجزيرتهم وبارضهم. خلينا نشوف واحد من الاهالي دول بيشتكي معاناته مع السيسي وحكومته اللي عايزين يهجروهم بالقوه. اسمع، ثوره اللي انقذ الوراء مؤقتا زي ما بيقول العربي الجديد هو السوشيال ميديا اللي نشرت فيديوهات الاعتداء على الاهالي، واحنا هنا في مكملين نقلناها لكم. ادي الخبر اهو، مواقع التواصل تنقذ جزيره الوراء مؤقتا. وادي خبر تاني، جزيره الوراء توجيهات بتجميد الملف عشان يهدئوا من الغضب لتهدئه الغضب الشعبي. حلو، انتصر مؤقتا مؤقتا اهالي الوراء، لكن الخطه ما خلصتش، ومش بس الوراء اللي الكفيل طمعان فيها، لان في 17 جزيره تانيه في قلب النيل وجاي عليهم الدور. ومش احنا اللي بنقول كده، ده موقع القاهره 24 بيقول اهو، على غير الوراق الاسكان
تطور 17 جزيرة، يجهز لتطوير عدة جزر في مصر. مصر تمتلك 144 جزيرة نيلية محميات طبيعية، أبرزهم بقى دهب، الأرصاية، الديسم، الرقة، حلوان البلد، العياط، كما تضم الجزر الكريمات، وردان، أم دينار، أبو غالب، دول جاي عليهم. هتقولي ما الحكومة بتبني عشوائيات وترجع تسكن فيها أصحابها، هقول لك تاني الكلام ده كلام جرايد وتقول له أم لطفي، عشان السيسي وحكومته مش بنيين المدن الجديدة أبدا للغلابة، ولا بنيينها عشان يرجعوهم فيها تاني. وعشان انت ترجع، لو انت من مثلث ماسبيرو او لو انت من اي حتة اتهد بيتك ومشوك، عشان ترجع بيحطوا قدامهم عراقيل عشان يطفشوهم وما يرجعوش تاني خالص. ده مش كلامي، ده كلام واحد كان ساكن في منطقة ماسبيرو وقال لك يعني الحكومة بتشترط على العائدين لماسبيرو انهم يدفعوا 38 الف جنيه عدادات. الحكومة اشتكى احد سكان مثلث ماسبيرو المفترض عودتهم للسكن في المنطقة بعد تطويرها، مما وصفه بعملية تطفيش من الحكومة لعدم عودتهم للمساكن المخصصة لهم. في تصريحات لمدى مصر قال ان هم عايزين منهم يدفعوا 38 الف جنيه. احد سكان المثلث قال ان 930 اسره تلقت الاسبوع الماضي اخطار من هيئه المجتمعات العمرانيه انهم يدفعوا 13000 جنيه و500 قيمه عدادات مرافق الكهرباء والميه والغاز لكل وحده، وبيحطوا وديعه للصيانه 25000 جنيه للاوضه للشقه المكونه من غرفتين وصاله، و31000 جنيه للثلاث غرف، مما اعتبرته الاسر قرارا تعجيزيا المراد منه عدم عودتهم لمثلث ماسبيرو. يبقى انت كده بتنظف. انا هقول لك، انا حضرت بنفسي في منطقه اللي هي عند زينهم عند سيريزينا، كانت مقلب زباله وكانت مساكن مرعبه. سوزان مبارك هدتها وانا حضرتها قبل ما تتهد، هدتها كانت عيشه صفيح ورعب، تدخل بعربيتك كده تبقى حاسس انك انت لو طلعت تحمد ربنا. سوزان مبارك هدت المكان بالكامل ورحلت اهاليها وبنت مساكن جديده ورجعت اهل المنطقه زي ما هو. انا بتكلم على واقعة انا شاهد عليها. ده لو انت عايز تطور، انما السيسي ولا يهمه سكان ماسبيرو ولا الوراق ولا غيرهم، ولا في دماغه اصلا باقي الشعب اللي ساكن في الجمهوريه القديمه دي كلها. هو كل اهتمامه براحه ورفاهيه سكان الجمهوريه الجديده، حتى لو موت مواطني الجمهوريه القديمه من الجوع، عشان هو مش بيسمع لهم ولا حاسس بيهم، زي ما بيقول المواطن اللي هنشوفه ده في صرخته للسيسي. ده واحد حبه. وعشان تعرف ان كلام الشاب ده حقيقي، وعلى فكره ده سنه صغير قوي، وعشان تعرف ازاي المواطن المصري له الجنه ان شاء الله، شوف ازاي مرتب المصري قدام باقي مرتبات الموظفين في الدول العربيه، وشوف ازاي ترتيبه في الدول العالميه. فرق كده على جراف متوسطي المرتبات الجزيره للنشر، متوسط الرواتب الشهريه في الدول العربيه. الامارات اعلى دوله عربيه، اعلى دوله في السنه طبعا المرتب لا بالشهري بالدولار 3036، يعني كده الرقم اللي انت شايفه ده. وبعدين قطري، وبعدين المواطن السعودي، وبعدين المواطن الكويتي، وبعدين المواطن البحريني، وبعدين المواطن العماني، وبعدين المواطن اللبناني. ايه يا جماعه في ايه؟ لبنان ضايعه. وبعدين المواطن الفلسطيني، فلسطين يا جماعه. وبعدين الاردني، وبعدين العراق كمان اهي، وبعدين المغربي، وبعدين التونسي، وبعدين الجزائري، وبعدين المصري. المقارنه تمت بين 105 دوله حول العالم. المقارنه تمت على اساس الراتب الشهري الصافي بعد خصم الضرائب. بص بقى، على مستوى العالم المواطن الاماراتي هو رقم 5 في العالم، على مستوى العالم المواطن القطري رقم 11، المواطن السعودي رقم 25 على مستوى العالم، المواطن الكويتي رقم 26، البحريني 28، العماني 30، المواطن اللبناني اللي هي لبنان ضايعه يا حضرات، لبنان ضايعه يا حضرات.
والنبي علي اعمل على جوجل سيرش كده هتلاقي انه ميشيل عون افشل رئيس دولة في تاريخ لبنان. ده منشط، مش انا اللي بقول ده، ده منشط. مش عارفين يلاقوا رئيس وزراء محترم، الدنيا خربانة في لبنان والمواطن بتاعها رقم 47 في الراتب على مستوى العالم. طيب فلسطين، فلسطين محمود عباس ابو مازن، ها فلسطين غزة، الاردني 61 على مستوى العالم، العراق احنا احسن من سوريا والعراق، المواطن فيها رقم 62 على العالم. بص بقى مصر رقم كم، من كم بقى، من 150 دولة. فول سكرين كده يا عمار، من 105، من 105 دولة، سوري من 105 دولة، يعني باقي على القاع خمسة. هو ده اللي وعدكم بيه السيسي؟ هو ده اللي ضحك بيه عليكم السيسي. وانا عايز اقول للسيسي وجهاز المخابرات بتاعه اللي مشغله لنفسه، الشعب يا سيسي مش محتاج الفشخرة الكذابة بتاعت العالمين. اسمع كلام الناس على السوشيال ميديا اهو، ميشيل عون افشل رئيس في تاريخ لبنان. والمصحف انا لقيت الخبر كده قدامي النهارده، انا مالي يا عم، انا مالي ومال الجحش اللي وجه العون ده ومالنا من اللبنانيين، ده هم اللي كاتبين كده، ميشيل عون افشل رئيس في تاريخ لبنان، ومع ذلك المواطن بتاعها افضل من مصر. الشعب يا سيسي مش محتاج فشخره كدابه زي بتاعت العالمين. خلي رجال مخابراتك يسمعوا كلام الناس على السوشيال ويقرا تعليقاتهم، وسيبك من شغل اللجان اللي بتوزع عليها البوست، وهو حركات حلق حوش دي لا. وقبل ما تلبس المصريين في الحيطه يعني بص على الناس. وهعلمك بقى كلمه يا سيسي، ارجع لكتاب بتاع هيكل، وللمره المليون بقول لك عليه، في كتاب هيكل مبارك من المنصة إلى الميدان، كاتب بالنص اللي أنا هقوله ده، كاتب أخطأ محمد علي عندما اعتقد أن الجيش يستطيع أن يبني دولة، ونسى أن العكس هو الصحيح، الشعب هو الذي يبني الدولة. كما أخطأ الخديوي إسماعيل عندما ظن أن الحضارة تقوم على الاستعارة. أما بقى بالنسبة لهلاويس السيسي، وبالنسبة لأي مصري هتحزق عليه الوطنية وهيجي يقول لك أنا خاين، أنا هقول لك معيار رياض تعرف بيه إذا كانت دولتك متقدمة ولا لأ، وتنسى أي معيار تاني. وأتحدى واحد يقول لي إن أنا هقوله ده غلط. المعيار ببساطة، بنيت بقى فندق العالمين، بنيت برج خليفة، عملت اللوفر في ابو ظبي، انت حر. بس هم معيار واحد، عندك كم طالب بيجوا من العالم بيتعلموا عندك، عندك كم جامعة مصنفة في الجامعات الرئيسية في العالم، اخيرا بقى عندك كم عالم اخدوا جوائز. التلات حاجات دول انسى القصة بقى. اي واحد يقول لك مصر هي امي والحاجات دي، قول له اقعد على جنب وشوف لك حته ضل اقعد فيها. اي حد يقول لك الامارات دي متقدمه، قول له ده عند ام لطفي. لا الامارات متقدمه ولا اي دوله عربيه متقدمه، عشان نخلص على بلاطه. هم الثلاثه دول، عندك كام طالب علم جاي يتعلم عندك من دول العالم كلها؟ اتنين، عندك كام جامعه مصنفه على مستوى العالم على زي هارفرد كده؟ ثلاثة، عندك كم واحد أخذوا جوائز في كل فروع العلم، طب، اقتصاد، أدب، عندك كم واحد؟ ده اللي بيفصل دولة عن دولة، ده اللي بيعرف، ده بتقدر من خلاله تقول الدولة دي متقدمة ولا هشك بشك. فأبو ظبي بقى واللي انت شايفه ده، ده كل ده كلام فارغ، ده ريش على ما فيش، ده حاجات كده نوع من الفشخرة، الناس تروح تحلب منهم الفلوس ويمشوا. الخواجات يروح ابو ظبي يحلبوا فلوس الخلايجه ويمشوا، لكن مفيش جامعه، مفيش علماء، مفيش طلاب جايين يعملوا ابحاث عندهم. ده المعيار الوحيد عشان تعرف دولتك اتقدمت ولا لا، او دولتك بقت دول بتاعت صانعه الحضاره ولا لا. اسال نفسك واعمل بحث صغير،
كم باحث بيروح أمريكا يدرس؟ كم عالم أخذ في أمريكا جوائز؟ نوبل طبعاً أهمهم. كم جامعة في أمريكا مصنفة عالمياً؟ عشان تعرف ليه أمريكا متسعيدة العالم. لما هتشوف الأرقام في أمريكا هتعرف ليه أمريكا بتتسيد العالم. الباقي بقى كله جعير وخبط، والكلمتين دول اللي أنا بقولهم لك أبرك من جورنال. وأشوفك بعد الفاصل. الحقيقة خارج السكريبت، حادث أليم حالاً وقع. تريلا دهست مجموعة من الشخصيات أو مجموعة من السيارات. الحادث حالاً، فأنا حالاً دلوقتي أنه في تريلا يعني عربية ضخمة أهو، اصطدام سيارة نقل تريلا بسبع سيارات. وقال المتحدث بأنه نتج عن الحادث مسرع شخصين وأصيب سبعة آخرون، نقلوا إلى مستشفى لتلقي العلاج. خلينا نشوف الفيديو كده. سبع عربيات، وقع حادث على الطريق الدائري في مصر، حيث دهست سيارة نقل 15 سيارة أجرة، مش سبعة، سوري الخبر في حتة تانية، 15 سيارة أجرة وملاكي في ميدان الرماية للقادمين من طريق الواحات. ميدان الرماية ده آخر شارع الهرم، ده آخر شارع الهرم يعني في وسط البلد. يعني ميدان الرماية ده هو آخر شارع الهرم خالص، آخر نقطة في شارع الهرم هي ميدان الرماية. وآدي الصورة هو بقت بعد ما قالوا مصرع اتنين، خبر تاني هو يسفر عن 10 قتلى. ده طحن العربيات، طحنهم. يعني الحقيقة ده حادث مؤلم. يعني بقى ايه تفاصيل الحدث ده؟ مش في العالمين ولا في حتة تانية، ده آخر شارع الهرم. وبالمناسبة ميدان الرماية ميدان حواليه مجموعة من الفنادق والمطاعم، وهو أيضا هو الطريق الموصلك للهرم ولأبو الهول، وانطيت الهرم وأبو الهول يعني مناطق سياحة، يعني السياحة مش فندق العالمين. أيضا الطرق طبعا هتتقفل، الفرعية والرئيسية، لأنه دول 10 سيارات، 15 سيارة. بص شوف الفيديو، 15 سيارة. لا طبعا الدنيا وقفت، الدنيا باظت، يعني ده الدنيا ولعت. طب وايه اللي حصل كده؟ يعني انا ما اعرفش طبعا، لانه الحادث لسه تفاصيله ايه ما نعرفش. مش بعيد عن المنطقة دي في حادث تاني، حريق في استوديوهات شبرمنت. فخلينا نشوف الحريق في استوديوهات شبرمنت زي ما الفيديو كده. نشوف الفيديو ده كده، ده الحريق اهو قدام حضراتكم. يقال انه في استوديوهات شبرمنت، الله اعلم. يعني انا صورت في استوديوهات شبرمنت دي، صورت فيها. في هناك استوديوهات، غالبا هناك استوديو الجبري مجمع يعني، بس يعني ما اعرفش ده فيها ولا لا. يعني ما اعرفش ده، لا اعتقد انه في استوديوهات تانية في شبرمنت غير استوديوهات الجبري، وانا صورت فيها زمان، بس ما اعرفش يعني هل دي استوديوهات تانية ولا استوديوهات الجبري. يعني حاجة صعبة قوي، صعبة قوي قوي. طيب على كل حال هو مش بعيد عن الرماية برضو، لانك انت عشان تروح شبرمنت برضو بتبقى رايح عن طريق الرماية. على كل حال دي الخبرين السيئين اللي حصلوا عاجل. يعني نشوف إذا كان بكرة عندنا تفاصيل ممكن نعرفها ونقولها لكم، لكن خلينا نكمل الحلقة بتاعتنا. بمناسبة الحنة اللي كانت في العالمين دي، بتاعت حنة السيسي يعني، هي وهو الناس دي كانت بتعمل ايه بالظبط؟
هقول لك انا لو انت مش متابع. بيقول لك الناس دي كانت موجودة، محمد بن زايد وملك الأردن وبتاع العراق وبتاع البحرين، كانوا موجودين عشان يعقدوا قمة عربية خماسية في العالمين. انا عايزك بقى ايه تسيب اللي معاك خالص ونركز في الحته دي، سيبك من حنة السيسي خلاص. انما هو السؤال يا جماعة دلوقتي، الناس دي بتعمل ايه هناك؟ قالك الناس دي مش معقولة رايحة تفتح اوتيل، لا، قالك دي قمة عربية امارات وبحرين والاردن والعراق ومصر. عشان ايه؟ عشان يناقشوا ملفات مهمة. ايه بقى الملفات المهمة؟ حلو، ادي الملفات المهمة، ملفات على طاولة المفاوضات: ضرورة التوصل لحل سياسي في سوريا، تعزيز العمل العربي المشترك بمواجهة التحديات، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة، القضية الفلسطينية والأوضاع في العراق وليبيا واليمن. ده كلام فارغ، أو يعني ده كلام عايز ترجمة. إيه الترجمة؟ أول حاجة ضرورة التوصل لحل سياسي في سوريا، أنا هترجمها لك، هي كيفية استيعاب بشار الأسد في جامعة الدول العربية بس. حدش بقى يقولي كلام زيادة، وانت هتصبر شهرين ثلاثة كده وهتلاقي الخبر انه بشار الأسد بيستقبل في العواصم العربية. هو مش ايه بقى ضرورة حل سياسي في سوريا؟ حل سياسي ايه؟ هم عايزين يرجعوا بشار لجامعة الدول العربية ويرجع لحضن الأمة العربية. طيب الحاجة التانية، تعزيز العمل العربي المشترك. انا اسف جدا، معلش انا ما بسمعش الحاجات دي. هو انت رايح تعمل قمه عربيه بالبحرين ما فيهاش السعوديه؟ انا اسف جدا، عقلي ما بيستوعبش الكلام ده. السعوديه ارتضيت او ما ارتضيتش، هي واحده، هي اكبر دوله عربيه حجما وثروه ومكانه لدى الدول الاسلاميه رسمي، واي مشروع بره السعوديه هو مشروع فاشل. اي مشروع عربي او اسلامي بره السعوديه ما فيهوش السعوديه، فاقول على المشروع ده انه مشروع فشنك. فانت ما تقوليش عمل عربي مشترك وانت السعوديه مش موجوده. ده واحد. سلطنه عمان فين؟ مش موجوده. الجزائر مش موجوده. طب المغرب مش موجوده. طب تونس بعافيه، لبنان بعافيه، انما فين السعوديه وسلطنه عمان والجزائر والمغرب؟ مش موجودين. فانت جاي تقول لي عمل عربي مشترك؟ ده الكلام ده تقوله عن ام لطفي برضه. ام لطفي دي بتريحك. قال لك تداعيات الحرب، انتوا مالكم الحرب الروسيه الاوكرانيه؟ ما انتوا عايشين زي الفل، ناهبين سارقين واكلين الدول الخمسه. القضيه الفلسطينيه يا راجل يا راجل، كان اول واحد حضر قبل القمه بيوم هو محمد بن زايد رئيس دوله الامارات، وكان مشهد استقباله حقيقة تمسك أعصابك ودموعك في المشهد ده. اتفضل. قسما بالله العظيم السيسي ما يخصه من الرئاسة غير الفشخرة دي. أنا بحلب بالله واتحاسب على الحلفان دي يوم الدين. السيسي ولا الرئاسة تخصه ولا هو يخصه بقى إيه؟ لما كان يقعد زمان يحضر مبارك وبيستقبل رئيس ولا حاجة ويقعد يتفرج على حرس شرف كده يقول لك وأنا ماشي بالنضارة. ده الراجل ماشي بيقول له تابعت الفيلم كده معلش، ماشي يقول له فين الشنطه اللي كانت معاك؟ مش كان معاك شنطه وانت جاي ولا ايه؟ بص ايوه هات، سيبك من السلام الجمهوري. بص اول ما يستقبله اهو، اول ما يستقبله بص هو بقى هو المشيه دي، اهلا اهلا ابن عمي حبيبي. بص بقى يقول له ايه؟ كان معاك شنطه كده قالوا لي انك انت هتجيب شنطه وانت جاي، ما جبتش الشنطه ليه؟ اتفرج. اول ما هيمشي سيبك من الغراميات، هات بقى الفيلم هو هو صح اللي انت جبته لي. ايوه هنا بقى. بص هيقولوا ايه؟ الشنطه فين اللي كانت معاك؟ مش كان معاك شنطه كده بلاستيك حتى؟ مفيش. طب خلاص ماشي، تعالى بقى خلاص مجيتك بالاونطه. طيب بس اللافت بقى زي ما بقول لك، يعني انت فين السعوديه؟ فين السعوديه يا جماعه؟ اي قمه اسلاميه او عربيه بدون السعوديه اعرف انها فاشله ومش هتحصل. حتى ان عمران خان رئيس باكستان السابق حب يعمل قمة إسلامية وما دعاش السعودية، عارف النتيجة إيه؟ القمة اتلغت. دعا خمس دول، تركيا ومش عارف مين، وما دعاش السعودية. القمة اتلغت. هي السعودية أنت بقى مش عاجبك محمد بن سلمان زي حالاتي كده، مش عاجبك آل سعود كلهم على بعض. السعودية ليها مكانتها في العالم الإسلامي والعربي. طيب ماذا تعني
يا الكون يا يساعك يا يساعني رد يا ابن الجزمة يا كلب. ده جزء من قصيدة عبد الرحمن أبنودي مش بتاعتي يعني. ماذا تعني غياب السعودية عن القمة دي؟ في بعض النشطاء خبسة قوي ومشغلين دماغهم فعلقوا على القصة دي. قال لك ايه؟ هات يا عم، مدينة العالمين الجديدة تشهد اليوم اجتماع قمة يشمل مصر والإمارات إلى آخره، الهدف الإقليمي بات واضحا، لكن ما هو سر غياب السعودية؟ فاطمة أنتي جميلة. عزت قال لك قمة مصغرة في مصر ضم كذا كذا كذا، من المستغرب عدم دعوة أي من المغرب العربي، دولة من المغرب العربي زي الجزائر وتونس والمغرب، وعدم دعوة السويد والسعودية وقطر والكويت. الله يا عمي، أنتوا أخطر شيء على الأمن الإقليم، الله يستر. طيب حد تاني قال لك غيابان عن قمة العالمين لافتان، لا أقصد روميل ومونتجمري، أقصد ابن سلمان وابو مازن. غياب السعودية عن حراك القمم الثلاثية والرباعية والخماسية محير. سيبك من عباس، أنا أقول لك بقى يعني مش يعني تحليل مش معلومة. الحقيقة إن غياب السعودية عن القمة دي، القمة يعني غياب السعودية عن القعدة بتاعت العالمين عن حنة السيسي دي، هو أكتر شيء ملفت. يعني السعودية المفروض إنها معسكر واحد مع الإمارات، أيوة، ومفروض إنهم واكلين شاربين محمد بن سلمان مع السيسي سارقين، حلو قوي. ليه دلوقتي بقى مش موجودة؟ إحنا هنا قعدنا نطرح على بعض أسئلة أنا وزمايلي، هل موضوع الواد تركي آل شيخ وقصة أمال ماهر والتوانتر اللي حصل والهجوم المتبادل له تبعاته؟ ألا ما أنا قلت الكلام ده ساعة حفلة أمال ماهر، قلت بالتحديد إن في كيد حاصل بسبب البهرجة اللي فيها حفلة أمال ماهر. عملوا لها بهرجة ما بتتعملش لمايكل جاكسون. ليه؟ كيد في الواد تركي. أنا قلت هنا والله في الحتة دي قلت بالظبط إن يا جماعة بالنص كده بالنص إن تركي خدام شبشب ونعل محمد بن سلمان، فلما تركي تتسحب منه أمال ماهر، ولما تركي يتكسر قدام أمال ماهر ويتمسح بيه الأرض قدام أمال ماهر، في الحتة دي سألت وقلت هل محمد بن سلمان هيسكت؟ طبعا لا، ده محمد بن سلمان فاتح خزائن السعودية لتركي، وتركي اتهتكت كرامته قدام أمال ماهر. ادي اتفرج حفل أمال ماهر وأخبار عن تعرض شقيقته في جريمة قتل، أسباب وراء تصفية تركي آل شيخ ممتلكاته في مصر. طيب يبقى لو القصة كلها بدأت، سيب خلاص بقى مش مهم الحاجات دي، لو القصة كلها بدأت من أن السوشيال ميديا فضح علاقة تركي بأماله اللي بيعمله في أمال، تركي الشمشيرجي بتاع محمد بن سلمان، مصر اتدخلت أو نظام السيسي مش مصر اتدخلت ونزعت أمال ماهر وحرارتها وعملت لها حفلة، واو ما اتعملتش لأي ما اتعملتش لأم كلثوم، والله العظيم ما جرى في حفلة أمال ماهر، بص ما اتعملش لأم كلثوم، اتفرج بص شايف الليد سكرين اللي ورا دي بملايين يا معلم بملايين، شايف الإضاءات والكهارب والفاير ووركس والحاجات، شايف الفرقة الموسيقية وأجهزة الصوت والإضاءة، يا عمي حفلة قسما بالله ما شافتها أم كلثوم مش أمال ماهر. وقلت أنا يومها إن ده كيد في تركي آل شيخ، وسألت يومها هل محمد بن سلمان هيسكت؟ طيب إحنا بنظن وإحنا ناس سيئين بنظن إنه تركي أخدها في نفسه، ولازم بصراحة ده كرامته تبع زايد تحت رجلين أمال ماهر، وبنظن برضو إنه محمد بن سلمان زعل. يعني لازم يزعل. بعض الناس قالت لك بس لو ده صحيح يبقى مقال عماد الدين أديب اللي اتكلم فيه عن سقوط الأنظمة مش جاي من فراغ. عماد الدين أديب هو ربيب السعودية، وخد مني المعلومة دي، أنا لا بهبد، أنا تربيت في البيت ده من سنة 86 ويطلع حد يكذبني. عماد الدين أديب اتربى
قصدي ربيب السعودية من ساعة ما خلص كلية إعلام، من ساعة ما كتب مقال وعمل حوار مع السادات، وكان أول طالب في تاريخ مصر يجري حوار مع الرئيس السادات، كان لسه طالب في إعلام. ثم راح بقى أمريكا ولندن والحتة دي، تعرف بالجماعة السعوديين، بالشيخ صالح كامل، ومن بعد الشيخ صالح كامل الجماعة بتاع أوربت، فالراجل بقى بتاع السعودية وأخوه بتاع السعودية من ساعة ما طلع. يبقى المقال مش من فراغ، عمرو وعماد معروفين بقربهم من السعودية، وتركي آل شيخ تحديدا برضو مقرب منهم. صحيح عماد طلع قال أنا ما أقصدش مصر، بس رجع تاني لشغل رمي الكلام من البلكونات، زي ما نشرت CNN وقالت كده، قالت رغم النافي إلا أن إعلام السيسي والشركة المتحدة فهموا الرسالة، وطلعوا يهاجموا أهو في ضرب، طلعوا يهاجموا عماد الدين أديب. الحرب على أديب، بكري وديهي ومسلم يهاجمون مقال 14 سنة بالسقوط. اللي بيأكد لك بقى أن عماد شغال بالأوردر، اللي جاله على ما يبدو أنه طلع مقال جديد ذكر فيه مصر بصراحة، مش ال 14 سبب لسقوط الدولة ما جابش فيهم سيرة مصر، تاني مقال ليه على طول جاب سيرة مصر. العب المقال، العب. من هنا نتوقع انهيار اقتصاديات كبرى تؤدي إلى قلاقل اجتماعية عنيفة تنجم عنها فوضى أمنية غير مسبوقة. من هنا ركزوا أبصاركم على الضغوط القاسية للغاية على اقتصادات السودان، اليمن، سوريا، لبنان، مصر، تونس، باكستان، مصر بالاسم. يعني عماد مش ناوي يجيبها البر، أو بمعنى أدق السعودية مش ناوي تسكت. فسيسي ما اكتفاش بهجوم الدمى بتاعته على عماد أديب، أم طلع رئيس وزراء مصر شخصيا مصطفى مدبولي، أيوة، طلع يقول إيه بقى؟ يقول رصدنا 150 مقال تسيء لمصر. مدبولي يتهم جهات لم يسمها بنشر 150 مقال مسيئة لمصر. في متن الخبر اتهم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي جهات لم يسمها بالعمل على نشر صورة سلبية لمصر من خلال نشر مقالات مدفوعة الأجر في صحف عالمية. وأوضح خلال لقائه المشارك في ملتقى لوجس للشباب القبطي الذي أقيم بمدينة العالمين الجديدة، حد يسمع عن حاجة ده؟ حد يسمع عن الملتقى ده حاجة؟ والله العظيم ما نسمع عنه. في ملتقى شباب قبطي في العالمين الجديدة، إن مركز معلومات ده رصد 150 مقال نشرت في جرائد وصحف ومواقع عالمية أغلبها يحمل صورة سلبية عن مصر. حلو قوي. يعني أنت مصطفى مدبولي طالع في العالمين مع شباب قبطي عاملين مؤتمر هناك، إحنا ما نعرفش عنه حاجة، ولا أنت تعرف عنه حاجة أكيد يعني، وشمعنا ليه شباب أقباط في العالمين برضو ما تعرفش، وما تسألش أن السؤال هيقول لك فتنة طائفية. طلع يقول احنا رصدنا 150 مقال بتسيء لمصر مدفوعة من جهات. طب انت زعلان ليه يا عم مصطفى مدبولي؟ ما انت برضو بتدفع، انت بتدفع عشان تروج للنظام، ونظام فاشل. ب65,000 دولار شهريا مصر تتعاقد مع شركة علاقات عامة لتحسين صورتها امام بايدن. في 65,000 دولار بيدفعوا مع مطلع كل شمس بس عشان السيسي، تنوروا السيسي، وبرضو فشلته، وبرضو طلع تشتكي. بقولك يا مدبولي، بص انت والسيسي والبابا توادرس والناس دي، انتوا مالكمش حل غير الكذب، كذب من العينة دي. هو الانسان في عهد السيسي استراتيجية وطنية اشاد بها العالم يا ولد، ده النهاردة الكلام ده، حقوق الإنسان في عهد السيسي استراتيجية وطنية، وشك في الحيط وقفك ليا أشاد بها العالم. لأ، ما هو أنت الكلام ده تضحك بيه على البهاليل بتوعك والعبايط اللي جوه اللي بتوع تحيا مصر تحيا مصر، دول هبل، لأن الصورة الحقيقية عم تبولي مش هتعجبك. وأنا عايز أسألك، هو أنت لما أنت بتقول قدام الشباب القبطي رصدنا 150 مقال في صحف عالمية بتهاجم مصر ومدفوعة الأجر، تقصد مين؟ تقصد دول؟ النيويورك تايمز؟ مقال أتمنى، لا هات النيويورك تايمز الأول يا عم، هات النيويورك. أتمنى أن أسأل علاء عبد الفتاح عن رأيه في العالم الآن. مقال أهو
ده مدفوع الأجر. علاء فتاح مش موجود، ودي مقال تاني. سيناء المعاد تسليحها في مصر هي برميل بارود المستقبل، ايه رأيك؟ ده مدفوع الأجر. اللي بعده نيويورك تايمز برضه، موت بطيء سجناء سياسيين مصريين يرون أحوال مروعة، ده برضه مدفوع الأجر. فاينانشال تايمز، الملايين من المصريين معرضون لخطر الموت مع تضرر الإمدادات الغذائية في أوكرانيا، ده برضه مدفوع الأجر. يا مدبولي عم مبلولي، ده مدفوع الأجر. طب أنا هقول لك على حاجة تانية يا عم مبلولي، لو دي صحف مدفوعة الأجر، لو دي صحف مدفوعة الأجر، ما رأيك في الفورن بوليسي اللي كتبت مقال بتقول فيه أن هناك خلاف حاد بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي عشان المساعدات بتاعت مصر بسبب سجل حقوق الإنسان؟ أهو خلاف حاد بأمريكا بشأن فورن بوليسي، معركة بين الكونجرس والبيت الأبيض حول المساعدات العسكرية، الإدارة تعارض الموافقة على إرسال مساعدات عسكرية بسبب ملف حقوق الإنسان السيء في مصر، برضو مدفوع الأجر. يا راجل ده غير تقارير المنظمات الحكومية أو الحقوقية. شوف أدي أهو العفو الدولية، أكبر موجة اعتقالات جماعية منذ وصول السيسي لسدة السلطة، ده إمنستي مصر للهيومن رايتس، تساعد تصاعد الانتقام والاعتقالات بحق عائلات المنتقدين. ها عايز حاجة تانية يا راجل؟ اتقي الله. يقولك رصدنا انت، هو طالع يدي لعماد أديب كتف، كلمة دي ولا في 150 مقال ولا في حد، مين اللي يدفع فلوس؟ مين هيدفع فلوس عشان مقال يهاجم مصر؟ مفيش حاجة اسمها كده أصلا، دي ناس عايشة في الدرة يا عم. الله يخليك يا عم، ربنا عالم بحالي يا ابني، اسكت. الحكاية ببساطة شديدة جدا، انه عايز يقول لعماد اللي بيدفعوا لك يا عماد على السعوديين، يعني بيدي لعماد أديب كتف وعايز يقول ان مقالات عماد أديب دي مدفوعة الأجر من السعودية، بس ما يقدرش ينطق. عشان كده هيفضل السيسي والنظام بتاعه عرضة للابتزاز الخليجي أو الأمريكي أو أي حاجة. أما عماد أديب فده أداة، وده اللي بيقوله تامر شيرين في البوست بتاعه، بيقول هل يتمتع عماد أديب بحضور شخصي كاريزما؟ يعني معدومة. هل يتمتع عماد الدين أديب باللغة وبلاغتها وتوظيف الكلمات لإيصال الفكرة؟ صفر. أمال إيه؟ من أيام أوربت وما أدراك ما أوربت، ومن أيام مجموعة ألفا وما أدراك ما ألفا، أصبح هو البوق الخليجي، هو بوق ينطق بلهجة مصرية. ما هي شكل الرؤية الخليجية لمصر؟ ده دوره باختصار، ناقل لرؤية الخليج، أي خليج، خليج الإمام المتغلب. يعني إيه؟ يعني مين اللي راكب في الخليج؟ السعودية حبيبي وابن حبيب، الإمارات يا مراحب يا مراحب. فلا يظنن أحد أن المقالين الأخيرين لعماد الدين أديب هما بقى، مش هو أو هو من وحي دماغه، لا هما أو هو أو رؤيته الشخصية أو تحليل الفاز، خالص مالس بالس دي رسائل الخليج للنظام المصري. ومش بعيد زي ما قلت لكم كده، عادي يطلع عمرو أديب وعماد أديب يقول لك إن مصر أعظم دولة في العالم ولن تسقط يا خونة. إنما هي قصة اليومين دول في يعني عكوسات ما بين محمد بن سلمان وبين السيسي، فنطلع نعمل ايه؟ انتم مطلعين لي امال ماهر وانت مش عازمني في الليله بتاع حنتك دي وحنه امك، خلاص اوكي انا هطلع لك عماد اديب يخبطك مقالين يوجعوك. بعد شويه ممكن تبقى عادي المصالح تتصالح والمزيرات شغاله ومصالح مشتركه وفي صراع على تورته مصر. اتفضل. المركزي يفاضل بين عرضين سعودي واماراتي للاستحواذ على المصرف المتحد. خد بينها جزيره الوراق ومبنى وزاره الخارجيه شركه وطنيه السيسي وابن زايد يا ابو حسن للاستثمار الاماراتي في مصر. عمليه الابتزاز الاخيره دي اللي بيقوم بها السعودي تفكرك بايه؟ لما جابوا حماد اديب كده يكتب مقالين عن مصر 14 سبب لسقوط النظام المصري ويكتب مصر مهدده، تفكرك بايه؟ انا اقول لك تفكرك كده لما الامارات حبت تغيظ السيسي في اطار الضغط السياسي عليه، لو انت فاكر برضو، لو انت فاكر
حب يطلع من بيت الطاعة راحت عاملة ايه؟ دعت راح عمك جمال مبارك يعزي في الشيخ خليفة اللي مات، اخو الشيخ محمد بن زايد. لما مات راح جمال مبارك يعزي، راح طالع جمال مبارك يبرأ أبوه من التهم اللي وجهت ليه، ويقول إنهم خدوا براءات في كل القضايا، وكأنها رسالة من أبو ظبي للسيسي يقول له هتتعدل ولا الشاب الجميل ده نجيبه لك. افتكر معايا الفيديو ده. وليد العزيز، لم يمهلك القدر لتشهد نهاية جميع الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضدك منذ عام 2011، بما في ذلك الإجراءات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي. ولقد أكدت لك خلال أيامك الأخيرة أنني سوف أستمر على الطريق لتحقيق تبرئة لا لبس فيها لك ولأسرتنا. لقد وعدتك بمواصلة الطريق بتصميم لا يلين لتحقيق هذه التبرئة في ساحة القضاء الدولي. وبعد معركة طويلة وشاقة على مدار أكثر من 10 سنوات صدرت أحكام. فجأة الحقيقة طلع جمال مبارك قال الكلمتين دول اللي هو بيعزي في الشيخ خليفة، والكلمتين دول عملوا دوشة وطلعوا السوشيال ميديا كلها، الله يا ريتك أنت جيت رئيس يا جمال. فالإمارات كانت عايزة تقول للسيسي هتتلم ولا معانا واحد تاني. السؤال بقى هنا، يا ترى مقالين عماد أديب زي الفيديو ده كده اللي ليه مصلعة عند السيسي يطلع يجيب له حاجة تضايق السيسي؟ لأنه واضح إن السيسي عامل زي اللي متجوز اتنين ومش عارف يراضي مين ولا مين. السيسي الحقيقة عيشته كلها حرام في حرام، هو قادر يراضي ده ولا قادر يراضي ده. إنما ببساطة شديدة غياب السعودية عن القمة عن حنة أم خميس دي اللي كانت في العالمين غياب ملفت. خروج مقالات عماد الدين أديب في التوقيت ده خروج ملفت، وعماد هو بوق الخليج فعلا. فترى ما الذي بينك سيسي وبين محمد بن سلمان اللي بعده؟ نفسي افهم بقى البني ادم اللي قاعد بايده البلد دي كلها بيفكر ازاي. وانت لما تضغط على المحلات وتقفل عشان توفر الكهرباء، مش من ناحيه تانية انت خربت بيت ناس شغاله؟ انا اقول لك ازاي. لو انا صاحب محل ملابس او صاحب محل جزم او صاحب قهوه، مشروع بيشتغل فيه ناس، لما الاقي نفسي هقفل من الساعه 11 هوفر وردية كاملة من العمال، هوفر يعني اسرحهم خلاص. انت كده خربت بيت ناس شغالة، هيسرح العمال، لانه انا بدل ما كنت بشتغل لحد الساعة 2 بالليل ولا حاجة اخلي وردتين يشتغلوا، خلصت القصة على كده، او وردية واحدة، لان انا كمان مش هبيع، فالناس هتقفل بدري وبقيت مش محتاجة اي حاجة خالص، خلاص والناس مش قادرة تدفع. طيب منين يا عمي زي بيقولوا الناس البسيطة، منين الناس هتعمل ايه؟ الناس المسؤولين في البلد دي بيفكروا ازاي؟ اتفرج على الخبر ده من صحيفة الدستور، والاهم التعليقات. تحرير 805 مخالفات لمحلات لم تلتزم بترشيد الكهرباء. يعني الساعة 11 بالدقيقة تكون قافل، ما عرفكش. بص الناس بقى تعليقات الناس، انا مش دعوة. منال، ارحمونا ربنا ما يرحمكم لا دنيا ولا اخرة. ارق ملاك، ما تقفلوا مصر كلها وتريحونا بقى، بجد بقت حاجة مقرفة وحد لاقي ياكل اساسا. ارحمونا. محمد عبد الحميد، عايشونا في القرون الوسطى، وياريت كمان بلاش ناكل ونشرب ونتنفس، ظلام الشوارع هيرفع نسبة الجريمة. محمد الحفناوي، خليهم يشحتوا احسن ترشيد الكهرباء مش عارف ايه، بره حسبي الله ونعم الوكيل. محمد ربيع، يا اخي الناس كفرت، حسبي الله ونعم الوكيل. محمود عثمان، ترشيد اللي هو ازاي يعني؟ عايده،
ترشيد. طب حضرتك النور اللي يقطع يومين على حياة سكنية بكل اللي فيها 8 ساعات يوميا بدون مراعاة لأي ظروف، نرجع لمين بقى؟ ترجع الفيردي يا عايدة. عايدة شوفي فيردي فين وارجعي له. فيردي هو الموسيقار اللي عمل أوبرا عايدة. المهم انت جاي كمان بتعمل كده وقت ما المصانع حالها واقف وعندهم مشاكل بالكوم بسبب نقص الخدمات ومش لاقين الدولار اللي يشتروا بيه الخامات عشان يشتغلوا. مش انا اللي بقول كده، ده اللي بيقول كده نقيب المستثمرين الصناعيين في مصر محمد جنيد، بيقول تفاقم أزمة المصانع في مصر، هل يتدخل البنك المركزي؟ نقيب المستثمرين الصناعيين، كل المصانع تعاني بسبب وقف الفساد، وقف الاستيراد، ده غير آلاف العمال اللي بيشتكوا من تأخر مستحقاتهم. خد عندك عمال مصنع الغزل بكفر الدوار، 7000 عامل نسكت على كده؟ خلاص كده كفايه كده؟ لا مش احنا نسكت. خد عندك عمال مصانع بشايل الحديد والصلب. خش بالخبر لا ده دي يونيفرسال. هات بشاي علي، بشاي علي وفيديو حديد، شركه بشاي للحديد والصلب عملوا مظاهرات بمدينه السادات عشان يطالبوا بفلوسهم، بس علي عطل. انما هو جايب لي يونيفرسال، محاوله انتحار في يونيفرسال وتعيين رئيس الاتحاد العام للنقابات خلال اللي فاتت، المهم يعني شركته. فاذا شركه الغزل بتاعت كفر الدوار، شركه بالشاي الحديد الصلب، وادي يونيفرسال. طب انت عايز ايه تاني؟ ده الناس اتخرب بيتها، الناس اتخرب بيتها. المشكله ان النظام مش بس جاي على العمال الغلابه، ده كمان بيهدد الفلاحين اللي مش هيورد رز للحكومه هنولع فيه. هات بقى الرز، هات الرز يا علي. الفلاح اللي مش هيتعاون هيتعاقب، مش عايزين نحتاج الاستيراد من الرز من الخارج. هو اصلا احنا هنزرع رز، ده كميه الميه بقت قد كده، والرز محتاج ميه كتير جدا. الرز ده انت تبقى ماشي في الفلاحين بلادنا، ما انا فلاح يعني من الارياف، انا لما كنت تركب عربيه كده وتمشي تلاقي موسم الرز ده الارض متغرقه ميه كانها مرايه جايبه السماء، كانك انت ماشي على بحر ويدوب طالع منه عدان الرز كده، فمفيش ميه اصلا. طب الفلاح اللي هيزرع الرز ده كمان يقول لك هيتعاقب. الخبر استفز الناس على السوشيال وقالوا الحكومه طب شوفوا ايه مشاكل الفلاحين الاول قبل ما تهددوهم. نشوف كده الناس قالت لهم ايه. وانت حضرتك ايه الدعم اللي بتقدمه للفلاح عشان واحد زيك يعاقب اعظم انسان في العالم؟ ممدوح ابو طارق محمود اشترى منه الكيلو بسعر السوق زي الدول المحترمه، جمال النجار، وهو بسلامته بيعمل ايه للفلاح؟ ولا حاجه، ولا حاجه. والمصحف يا جمال يا نجار، ولا بيعمل اي حاجه. ياسر اتعانوا انتوا، بطلوا سرقه في الفلاح بدل ما سرقتوا القمح بنص السعر، كرهتونا في الزراعه الله يخرب بيوتكم، خلتوني حولت ارضي الشجر بدل القمح والذره. والله اي فلاح لو راجل عنده زرع يزرع احتياجه من القمح والرز والحاجات دي وياكل في بيته ساعتها ما يعرف قيمه الفلاح ده. ليه اسلوب التهديد ده؟ ما انت لو هتخلي عنده انتماء وهتحسبه بالسعر السوقي وبما يرضي الله هو بنفسه هيجيلك ويديك الرز. الفلاح اللي بيجبروه على توريد الرز وقبل منه القمح باسعار اقل من الثمن بتاع السوق، زي ما قلنا لكم قبل كده، الفلاح ده وقلنا الكلام ده هتاخد الحكومه وتعمل بيه دي فاخر، تاكل بيه الشعب احلى رغيف عيش تاكله في مصر. تعالوا نشوف احلى واجمل رغيف عيش، وحاكم اصل رغيف العيش في مصر ده عقيده. يعني لما اجي احلف على واحد اقول له والعيش والملح، العيش، ولما اجي امسك كده احلف اقول والعيش ده والنعمه دي على عينيا، ولما اجي اقول ده انا اكلت عيش وملح مع العيش، وحتى في ثوره يناير عيش حريه عداله اجتماعيه. شوف بقى احلى رغيف عيش في مصر في اسيوط، رئيس جمعيه ايه مواطنون ايه، رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء محمود العسقلاني،
بيقول يا رغيف؟ ده رغيف عيش انا في اسيوط حلبي العمال عند ده. الرغيف ده اولا هو لا يرى يعني زي ما انت شايفين كده يعني يعني مش عايز يحصل كفه. يعني زمان كنت تمد ايدك كده في رغيف تلاقيه عدي الشبر. دلوقتي الرغيف زي ما انت شايفين كده صغير. انا متاكد ان الوزن ده فيه مشكله. تمام؟ اتنين العيش ده بيقرش. انا جربت من اتنين مخبز. يعني احنا النهارده الصبح عملنا تجربة على اتنين مخبز موجودين في منطقة شارع جمهورية، المنطقة المحيطة بشارع النيس، في الحتة دي مخبزين مختلفين بعيدين عن يعني من مكان مختلف. الاتنين او الثالث كمان في مخبز ثالث بيقرش العيش بيقرش. يعني الناس لما تاكل العيش ده هتشعر بان في تراب في زلط في حاجة. انا اسناني اتعبت الصبح. يعني انا عشان اكل الرغيف ده عايز سنان وانا عيل صغير. دلوقتي انا سنان راجل كبير. ده يا حضرات العيش، وزي ما قلت لكم بتوع عمال بشاي حديد بشاي اعرضوا بقى كده. جه اهو اتفضل حديد الصلب شركه بشاي. اتفضل خشهم، لا النهارده من بكره مش هتفش. مش بس العيش اللي فيه مشاكل، كل حاجه من البن للاسمنت وقبل كده البيض واللحمه. النهارده لقيت خبر غريب جدا، 10 جنيه زياده في عبوات البن اهو بسبب تراجع المخزون. يعني 10 جنيه زيادة، 10 جنيه زيادة في الأسواق. عارف 10 جنيه؟ قررت بعض الشركات المنتجة للبن في مصر رفع أسعار عبوات القهوة بين 5 وحتى 10 جنيهات في الأسواق. انت عارف انت ده معناه ان هي 10 جنيه من السورس من المصدر، معناه انه انت لما تروح بقى تاخدها في اي كافيه او شوف انت بقى ال 10 جنيه دي عيش بقى حياتك. خد سغتي ولطش بطاطيني والحاف الجيران. عبد الفتاح السيسي الحقيقه ما سابلكوش حاجه. ادي خبر اهو بيقول 23 اغسطس 22 ارتفاع اسعار الاسمنت بما يتجاوز ال 100 جنيه للطن واستقرار الحديد. انما والسؤال البلد واقفه اصلا في حكايه المعمار، ايه سبب زياده الحديد او استقرار الحديد ورفع سعر الاسمنت؟ ده مفيش حد بيبني. يعني كنت افهم ان الطلب على البنا كتير فالاسمنت سعره يعلى، انما الاسمنت يغلى والبلد واقفه غريبه جدا. انما فقالوا احمد الزيني رئيس شعبه مواد البناء بيتكلم عن ارتفاع اسعار الحديد بيقول يرجع لنقص خام البليت وهو ما ادى لارتفاع سعر الحديد الاستثماري اضافه للارتفاعات التي تعاني منها الاسواق. شكرا ليك يا استاذ احمد، طبل براحتك، طبلي طبل على طبل. اللي بعده أول مرة أشوف الحقيقة إحنا في دولة الأي كلام. قبل أسابيع من العام الجديد الوزير الجديد قرر يعدل منهج رابعة ابتدائي اللي الناس بقالها سنة بتشتكي منه. والله مبروك قراره من وزير التعليم عاجل، تعديل جديد من التعليم بشأن المنهج الدراسي للرابعة ابتدائي. أنا مش هخش في التفاصيل. أنت عارف المبنى وزارة التربية والتعليم ده قصر حلو جداً ورا المركز القومي المركز القومي بتاع اللي في شارع القصر العيني عند ضريح سعد. منطقه حلوه قوي قوي بحبها.
مهم يعني مين بقى اللي كان مشرف على كارثة المنهج ده؟ منهج رابعة. اللي يعرف يقول الوزير النهاردة غير منهج رابعة، مين بقى اللي كان مشرف؟ طب السؤال، مين كان بيخطط لتغيير منهج خمسة وستة؟ مش هتصدق، والمصحف هو الوزير نفسه. التعليم إعداد مناهج جديدة للصفين الخامس والسادس الابتدائي الأربعاء 16 فبراير 2022، البوابة، كتب هاني البدري. التفاصيل، مش هو ده وزير التعليم الجديد؟ قال لك، قال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين أن تطبيق نظام التعليم الجديد بالمناهج الجديدة وصل إلى الصف الرابع الابتدائي هذا العام، وأكد العمل في بناء المناهج لباقي الصفوف. يعني أنت في فبراير 22 أنت المسؤول عن منهج رابعة وبتقول أنه وصل لبقية لما يبقى في أغسطس 22 وزير يلغي اللي هو عمله وهو كان شغال نائب وزير. وجاي تقول لي فندق العالمين؟ بالله عليك يا أخ عمار، حط الخبرين دول قدام بعض عشان الناس تتعظ. حط خبرين كده قدام بعض. الراجل ده يا حضرات أهو، لما كان نائب وزير قال لك إحنا طبقنا منهج لرابعة وباقي الصفوف، ده في فبراير. في أغسطس لما بقى وزير، بص، لغى. لا، انت حاططهم غلط. في أغسطس، في الأربعاء 16 فبراير 22 إعداد مناهج جديدة للصفين الخامس والسادس الابتدائي، هو رضا حجازي. طيب، في 23 أغسطس 22 نفس العام، تعديل جديد للتعليم بشأن المنهج الدراسي الرابعة. اطلع بالتفاصيل كده، ايه بقى التعديل؟ ايه التعديل بتاع عوام مصر ده؟ حاجة عجيبة جدا، دولة البزرميط، دولة الأي كلام. بس أعلن وزارة التربية والتعليم الفني عن إجراء بعض التعديلات الخطأ الدراسية للصف الرابع ابتدائي، وسيتم في ضوء ما نتج عن تقويم تنفيذ منهج الصف الرابع في ظل الحوارات المجتمعية. هنا هو اللي عاملها، أن تطبيق نظام التعليم الجديد بمناهج جديدة للصف الرابع. حد هيطلع يقول لك إيه؟ ما هو لما عملناها وطبقناها فطلع في التطبيق، أصل النظرية غير التطبيق، ولما طبقناها طلع فيها مشاكل. والنبي، ألا يعني أنت من 3-4 شهور كنت مبسوط منها وبتقول ده إحنا مستمرين، بعد 4 شهور تلغيها أو بتعدلها وتجي تقول لي حوارات مجتمعية؟ ده أنتوا البعيد البعدة عمي. المشكلة بقى وسط العك ده، لو عايز حد يعلم ابنه تعليم كويس شوية بسبب اللي بيحصل في التعليم الحكومي، برضه مش هيعرف. ده اللي كشفت عنده جمعية المدارس الخاصة بدوي علام، زيادة مصروفات المدارس الخاصة قد تصل ل 15% وفقا للنسب والشرائح من أجل دعم العملية التعليمية. 15%؟ لا، ده 15% دي غير حاجة، ده ده على الناشف، حفر على الناشف. ده في بقى الباص، وما أدراك ما الباص. ده في اللي اسمه ايه، الرحلات والحاجات، الحبشتكنات الصغيره بقى، تلاقي ابنك مطلوب منه حبشتكنه صغيره هنا يعني انت ال 15% دي على الناشف كده انت بتدفع. ما انا كان عندي عندي اولاد في المدارس، انت بتدفع المصاريف المدرسه كذا، وبعدين خلصنا دي خلصنا دي، الباص بقى كام؟ كذا. والباص ده مرتبط بالجاز والبترول. خرب بيت. الناس على السوشيال ميديا ردوا على رئيس جمعية المدارس الخاصة وقالوا له بتاخدوا دعم العملية التعليمية من جيوب أولياء الأمور؟ نقرا كده. مودي بيقول لك أو بتقول لما احنا اللي بندعم التعليم الدولة مش هتدعم مين؟ وبعدين تعليم إيه؟ هو فين التعليم؟ أنتم مفكرين إن اللي مدخل مدارس خاصة معاهم فلوس؟ ما تعرفوش بيجمعوها إزاي؟ وده بس عشان بنبعدهم عن قرف المدارس الحكومية اللي مفروض تهتموا بيها ونرجع لها. رشا قالت لك، وطبعا مهتمين قوي بزيادة المصروفات الدراسية الخاصة، مش بزودوا المدرسين ليه؟ وليه يبقى المرتب 1300 جنيه؟ و1300
و3000 او 3500 وهم بياخدوا مصاريف للناشنال من 30000 ل 50000. ايه الفوضى دي؟ وهنفضل نزيد لحد امتى؟ لحد ما المدارس الناشنال توصل ل 100000؟ جايه دي بجد؟ ايه ده؟ اما وسام فقالت يعني تاخدوا دعم العالمية التعليمية من جوب اولياء الامور اللي بيدفعوا اصلا مبالغ كبيره عشان يعلموا اولادهم، ده بدل ما تدعموهم امال الدعم هيروح لمين بالظبط؟ مصطفى بقى كولي امر قال لك ليه زياده مصاريف الدراسه؟ الدراسه والعمليه التعليميه بالكامل بتتم في البيت او في السنتر. اوائل الثانويه قالوا ايه؟ اوائل الثانويه ناهد قالت نفسي زي ما بيركزوا مع الزياده السنويه المصروفات تركزوا مع الزياده السنويه المدرسين. علياء قالت عمر الوزاره دي ما هتقدم ولا التعليم في مصر هيوصل لمستوى راقي طول ما احنا بلد يهمها الفلوس التعليم قبل التعليم، اصل للاسف عمرنا ما هنتقدم. ده الكلام الحقيقي، ما تقوليش فندق العالمين، ما تقوليش جمهوريه جديده، ما تقوليش جمهوريه الصحراء اللي عاملها السيسي دي، ما تقوليش الكلام ده. انا سالتك سؤال، عايز دوله تتقدم قول لي ما اخبار التعليم فيها، قول لي ما اخبار القضاء فيها، قول لي ما اخبار البحث العلمي فيها. انما بقى اوتيلات والجو ده كلام الهجايص وكله في الهجايص. يلا بقى نروح نشوف الوزير بدرجه مخبر. يعني انت المطلوب منك يا عمار تروح المسجد تصلي فرض ربنا، اوكي، بس وانت بتصلي يا عمار خلي عينيك في وسط راسك. ليه بقى؟ عايزك تراقب واحد يهمني. اراقب مين؟ تراقب الجدع اللي بيخطب. نعم، ايوه تراقبه. عايزك وانت بتصلي كمواطن في دولة الدكتاتور وانت رايح تصلي اقعد راقب الخطيب كده، شوف الخطيب ده خرج عن النص. لو خرج عن النص بلغني وهديك سك الغفران، هديك درجة مواطن وطني تحمل هنا، نديك تيشيرت مكتوب عليه تحيا مصر 3 مرات. وزير بدرجة مخبر، وزير الأوقاف محمد مختار جمعة اللي بيعمل كل حاجة حتى لو مخالفة للدين عشان يفضل في منصبه، لسه بيواصل تصريحاته التحريضية وقمعه للأئمة والخطباء ومنعه لأي خطيب يتكلم في حاجة بره نص الوزارة، محذرا من الخطب الصفراء. وزير الأوقاف إجراءات حاسمة ضد الخارجين عن النص. لا ده عادي، ده فين بقى اللي أنا قلت عليه؟ ده حرض المواطنين، قال لهم كده هات يا عم اطلع. قال المواطنين أي حد، وزير الأوقاف للمواطنين، من يجد أي خطيب بيخرج عن النص يبلغني. الله يخرب بيوتكم، حولوا مصر الى دولة مخبرين. تخيل انت تبقى، طب انت، انا قعدت والله لما قريت الخبر ده النهارده الصبح قعدت اتخيل نفسي لو انا خطيب مسجد، خلاص خطيب مسجد، انا بس عايزك تتخيل المشهد ده، وجالك عيل يخطب بنتك والواد شغلته مش قد كده او اهله مش قد كده فانت رفضت، فالواد يروح لابوه معيط مالك يا يوسف؟ يقول له والله يا بابا انا رحت اخطب بنت محمد ناصر، قال لي لا والله. طب سيبهولي بقى، سيبهولي. ايوه، يعمل ايه بقى عمك عبد الهادي؟ يروح يقعد في صلاه الجمعه كده يسند ظهره على الحيط ويقعد عامل كده، ويجي طالع بعد صلاة الجمعة رايح للمخبر ده مختار جمعة يقول له محمد ناصر الأسبوع اللي فات طلع عن الخطبة يا راجل. وطبعا ده مستنيها بقى، قال ايه؟ والله مش فاكر قوي يعني، بس هو انا فاكر ان هو كان مكتوب له خبرين راح مزود خبر من عنده. والله يعني بص، انا راجل بخاف من ربنا، انا راجل معروف عني ان انا بخاف من ربنا، فانا يا راجل يعني حقيقه وانا قاعد، وتخيل قعدت افكر هو بيعمل ليه كده؟
بس الكلمتين دول يروحوا لأخنا مختار خطاب ينكل بالشيخ واللي جابوا الشيخ وبنت الشيخ. احنا ربنا يكفينا شر الشيخ، احنا قد الشيخ ده ماشي معاه حلاوة ما علينا يعني. فالشيخ ده بقى يروح في توكر، توكر دي فين ما تسألنيش، لمجرد ان في واحد عنده خصومة مع الشيخ، لان المعلم فتح باب اي حد بيحضر صلاة الجمعة ويسمع خطبة والامام خرج عن النص قول لي بلغني. الناس طبعا ردوا عليه على مواقع التواصل وقالوا مختار جمعة مش قادر ينسى اصله انه مغبر. الحزن الراقي قالت مش قادر ينسى اصله انه مغبر. سؤال يعني الان اي خطيب يقدر يخطب ويمدح الاخوان يعني من باب التسامح والقبول بالاخر؟ انت طيبة يا حزن راقي. دعاء قالت لك ايه؟ هيشغل الناس مغبرين على بعضهم يخرب بيتك على مهلك يا دعاء. نجاح تقريبا او ناجح قال لك عشان تعرفوا هو قاعد وزير اوقاف ليه لحد دلوقتي؟ الناس كلها كرهاه. جمال قال لك مغبر ده ولا وزير اوقاف؟ سيد قشطه قال لك شغلوهم مغبرين على بعض كبير المغبرين. او المصحف امجد قال لك يعني ايه يخرجوا عن النص؟ النص كل الخطباء بيتكلموا عن الاسلام والقران والسنه، ما اخترعوش دين جديد ولا بيدعوا اتباع البوذيه مثلا. حسن قال لك انت بتزيد تاكيد الناس انك مغبر وعايزين وعايز مغبرين ومش امام وخطيب بتتصالح بين الناس وترشدهم لما هو صواب. صاحب الحساب ده قال لك انت نفسك يخرج عن النص. مصطفى قال الاب الروح المرشدين. ده حضرات جزء من تعليقات الناس على المخبر الاكبر. عرفتوا ليه محمد مختار خطاب او مختار خطاب قاعد في الوزاره لحد دلوقتي؟ لانه مخبر مش قادر ينسى انه مخبر. اللي بعده حادثة غريبة وفعلا صدق الآية القرآنية ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأيارد ولا تدري نفس بأيارد تموت. وصدق اللي قال برضو أو الآية القرآنية بتقول قل يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وفي شاعر قال مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت بأرض سواها. قدر. الراجل عنده عربية في جماعة مستقصدينه وعايزين يقتلوه فحطوله في العربية دي متفجرات. فهو عادي كل يوم بيركب عربيته ويدور العربية ويمشي. في اليوم ده تحديدا اللي اتحطت فيه المتفجرات في العربية عشان يغتالوه بنته شبطت في العربية. بابا انا عايز العربية لأي سبب بقى، عربيتها بايظة او يعني عجيب عربية بابا انا ما سبب ما، بس السبب الاصلي ان ادارها كده. دورت العربية ومشت شوية العربية انفجرت، البنت راحت 30 حتة قدام عين ابوها. ايه بقى القصة؟ قصة ان في فيلسوف روسي مشهور جدا وهم بيلقبوه بان الفيلسوف ده هو عقل بوتين. الراجل ده حضرات هو فلسفته اللي ماشي عليها بوتين، وبسبب فلسفته دي بوتين شن الحرب في الشيشان وفي اذربيجان في الدول دي يعني وفي اوكرانيا الاخيرة من فكر الراجل ده. فالراجل ده مستهدف، فعنده عربية وعنده بنت، بنته قمر وصغيرة يعني مش كبيرة، وفجأة بنته بتدور العربية قفلت الباب زي المعلم ده كده ورايحة تتسحب بالعربية انفجرت فيها العربية. هو المستهدف. لقد قتلت أمام عيني. الفيلسوف الروسي الملقب بعقل بوتين يكسر صمته ويتحدث عن اغتيال ابنته. ده الحادثة دي حصلت امبارح وقلب الدنيا قلب الدنيا. تعال نطلع كده في التفاصيل، طلع التفاصيل. اتهم الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين الذي يلقب بعقل بوتين ما وصفه بالنظام النازي الأوكراني بقتل ابنته داريا دوغين اللي هي تحت دي التي توفيت بعد تفجير سيارتها، هي سيارته
نهاية الأسبوع الماضي قرب العاصمة الروسية موسكو، وهو أول تعليق من الفيلسوف الروسي على مقتل ابنته. في التفاصيل بقى دي الصحفية، وزي ما احنا شايفين كده واضح انها مذيعة او ضيفة، لانها هي شكلها مذيعة لانها مركبة اتنين مايك. لا، هي الفكرة كلها ان هي كانت عربيته هو، وكانت القصة ان هي اخذت عربيته وهو كان مستهدف. ولذلك والغريبة انا شفت افلام، ما عارفش زمايلي جايبينها ولا لا، غالبا دي، لا مش دي، لا لا سيبك من الحادث. الغريبة انهم مصورين البنت اللي حطت المتفجرات في العربية، بنت مصورينها وهي بتفتح شنطة العربية وبتحط مصورينها، وبنت يعني ست، يعني مش بنت يعني ست، يعني مصورينها بالفيديو، وقالوا دي، وقالوا اسمها كذا كذا، هي المشتبه فيها اللي حطت المتفجرات ألكسندر دوجن عشان تقتله. النتيجة ان البنت خدت العربية، فده الفيديو بقى كده، أعرض بقى فيديو الحادثة. وروسيا كلها الحقيقة الدنيا مقلوبة، ماسكت ريتشي ووعدت برد قاسي بدون رحمة على العملية دي، وزي ما قالوا في الأغمار روسيا تتوعد برد قاسي على قاتل الصحفية. إنما الرئيس الأوكراني طلع قال لا، إحنا مش دولة إرهابية، وإحنا مالناش علاقة بالقصة دي خالص، طلعونا من الموضوع، مالناش علاقة بالبنت اللي اتقتلت، ومش إحنا اللي بنعمل الجرائم دي، أنا مش مع أوكرانيا ولا مع روسيا، لكن العملية مجرمة، يعني عملية الاغتيالات عملية مجرمة جدا. وطبعا البنت ما عملتش حاجة أصلا، هو أبوها هو المشكلة، يعني اللي مستهدفين القتل كانوا مستهدفين أبوها، فالبنت ما عملتش حاجة، دي بنت مجرد صحفية وصغيرة، شابة صغيرة يعني، وقدام عينيه والعربية راحت طايرة في الهواء. بس هل أوكرانيا، وده اللي أنا بسأل نفس السؤال ده، هل أوكرانيا شاطرة قوي وعندها أجهزة خارقة عشان تعمل عملية زي دي في قلب موسكو؟ طب هل في دول تانية يهمها إن الدنيا تولع أكتر فقررت تعمل العملية دي في قلب موسكو؟ دي دولة أمنية، موسكو دي زي القاهرة كده، دولة أمنية بامتياز. انا بقول لك انا شفت بعيني الفيلم، بس مش عارفين يجيبوه، اللي مصورين فيه البنت وهي بتحط او بتفتح عربيه كده، وقالوا هي دي البنت اللي حطت المتفجرات، وقالوا اسمها كذا وشكلها، وفيديو كامل للبنت، فيديو كامل اهو، العب كده او جابوه لي علي، برافو عليك. ده الفيديو اللي قالوا حسب ما المواقع الروسيه، قالوا دي البنت اللي حطت المتفجرات في عربية ألكسندر دوجن، وقالوا ان كان المقصود ابوها لان هو اللي هيركب العربية، لكن للأسف بنته هي اللي ركبت العربية. وادت انا قعدت اسأل نفسي اسئلة، هل اوكرانيا بهذه القوة انها تعمل عملية ضخمة زي دي في قلب موسكو؟ لان انت استهدفت واحد مش عادي، انت استهدفت فيلسوف روسيا الاكبر والعقل المفكر لبوتين، يعني اهم شخصية عند بوتين، هو الذي دفعوا الى حروب الشيشان والحاجات دي، هم بيقولوا كده في التحليلات دي، يعني عمليه كبيره. هل اوكرانيا قادره على عمل حاجه زي كده؟ الرئيس الاوكراني طلع نفى وقال احنا مش الدوله اللي تعمل كده. طيب هل في دوله تانية حبت تولع الليله زياده فاستهدفت كده؟ لانه مستبعد جدا ان الرئيس بوتين يتخلص من ألكسندر دوجين، ما يقبض عليه لو هو متضايق منه قوي، يعني ما يقبض عليه ويرميه في السجن، مش هيفجره يعني، ولا يفجر بنته، يعني مش منطق، يعني السيناريو ده مستبعد. انا السيناريو الاقرب ليا للتصديق انه اوكرانيا ما عملتش كده، اوكرانيا ما عندهاش القدره تعمل ده. انا السيناريو اللي اقرب للتصديق ان هناك دوله ما او دول حابه تولع الدنيا اكتر، ولقيت ان موضوع اوكرانيا وروسيا سكت شويه كده، فاتك نولعه شويه، فتم تصميم هذه العمليه لانها في قلب موسكو. أنا ده تحليلي، قد أكون مخطئ، لكن خلينا نطلع فاصل ونروح لترند. اليومين اللي فاتوا دول كل يوم نسمع عن خبر استقالة مسؤول من منصبي في نظام السيسي طبعا،
بعد طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق جت استقالة اللواء أحمد زكي عبدين من رئاسة مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، وبعده اللواء محمد عبد اللطيف مدير عام العاصمة الإدارية. الناس عمالة تسأل إيه سبب الاستقالات وليه ظهرت كلها مرة واحدة، محافظ البنك المركزي، رئيس العاصمة الإدارية، نائب رئيس العاصمة الإدارية. النشطاء والكتاب تفاعلوا على السوشيال ميديا مع هذه الاستقالات، خصوصا استقالة رئيس العاصمة الإدارية الجديدة اللي قالوا إنه غادر عشان محتاج يرتاح. دي كانت التغريدة، اطلع بالتغريدة يا بايلوت. اللي هو أحمد زكي عبدين بيعلن استقالته من رئاسة شركة العاصمة الإدارية ويقول في تصريحات صحفية إنه يحتاج للراحة، والسيسي يقرر تعيين خالد عباس نائب وزير إسكان للمشروعات القومية رئيسا للشركة. طب يا جماعة الراجل استقال كده هو من غير ما نعرف لا مؤاخذة الملابسات، ملابسات الاستقالة كالعادة، ولا حتى حساب على إدارته المشروعات زيه زي طارق عامر المتهم بالفساد هو ومراته، حسب ما تردد إنه مشي عشان مراته. بيقولوا طارق عامر مشي لأن مراته فتحاها على البحري، إيش قروض على تسهيلات ائتمانية على غيره، مفيش محاسبة. لكن الناس على السوشيال ميديا سألت عن مشروع العاصمة الإدارية أخباره إيه، زي ما كتب الباحث والناشط إسماعيل حسين تقريبا أو حسن قال أو حسني قال، استقالة اللي هو أحمد زكي عبدين رئيس شركة العاصمة الإدارية خير لو ما قالوا خير. طب إيه أخبار المشروع وإيه أخبار الناس اللي صدقت ودفعت تحويشة العمر فيه؟ ده اللي قاله إسماعيل. المشكلة إن السيسي كل ما يفشل في مشروع بسبب توجهاته العبقرية اللوزعية يروح شايل المسؤول أو المسؤول نفسه يزهق من التعليمات ويستقيل، وتقريبا ده اللي حصل في مشروع العاصمة الإدارية اللي بقاله سنتين بتتراجع المبيعات على الوحدات السكنية بشكل كبير فيها، وده اللي ذكره موقع العربي الجديد. قال السيسي يعين خالد عماس مش عارف ايه بعد أسبوعين، قال هنا من المرجح تولية ملف شركة العاصمة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة استجابة لتوجيهات السيسي والإشراف على الافتتاح من المرحلة الأولى، وتمر العاصمة الجديدة بمرحلة ركود واسعة منذ بدء أزمة أو تفشي أزمة كورونا، حيث تراجعت مبيعات الوحدات السكنية بشكل كبير وانحسر حجم الطلب على الوحدات ب 14% والفيلات 17% مقابل 80% في منزل العبور و 60% في حي مصر الجديدة و 57% في منطقة وسط القاهرة و 53% في مدينة السادس من أكتوبر إلى آخره. ده اللي أكده برضو موقع مدى مصر، قال إن مشروع السيسي بيواجه مشاكل وقرارات خاطئة. أدي البوست بتاع مدى مصر، اطلع. مدى مصر بيقول بالنص، مصدر، خروج عبدين من العاصمة الإدارية بسبب قرارات خاطئة أدت إلى خسائر مالية. كشف مصدر مطلع على ملف العاصمة الإدارية بوزارة الإسكان إن استقالة عبدين من العاصمة الإدارية الجديدة وراءها مجموعة من القرارات الخاطئة التي اكتشفتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمع المجتمعات العمرانية بخصوص مشروعات شملت أحياء كاملة ومولات تجارية ضخمة نتيجة استعجال غير مبرر في الانتهاء من المشروعات. إنما الأغرب من كده هو السؤال اللي الناس طرحته لما السيسي عين الرئيس الجديد للشركة العاصمة الإدارية، يبقى مين مالك الشركة دي لما السيسي عين أو بيعين رئيس الجديد؟ يبقى مين اللي ماسك الشركة دي أو المالك بتاعها؟ مين اللي مالكها اللي الحكومة بتأجر منها بأربعة مليار جنيه سنويا؟ اللي سأل السؤال الذكي ده الصحفي فتحي أبو حطب، قال من يملك العاصمة الإدارية؟ اختيار خالد عباس رئيسا لشركة العاصمة الإدارية الجديدة بعد استقالة أحمد زكي عبدين، لكن من يمتلك الشركة التي تنوي تأجير مقراتها للحكومة بأربعة مليار جنيه؟ من يملك العاصمة الإدارية الجديدة؟ الصحفي أبو حطب كتب تغريدة تانية واتكلم فيها عن معجزات العاصمة الإدارية في أرقام الفلوس اللي اتضخت فيها من مال الشعب. كتب قال فتح أبو حطب، المعجزة هي أن تؤسس شركة برأس مال مدفوع 6 مليار جنيه ثم تؤجر حي واحد من أحياء المشروع الحكومة نفسها بأربعة مليار جنيه. المعجزة الأكبر هي ارتفاع أصول الشركة إلى 4 تريليون جنيه رغم البداية المتواضعة، لكن لكل مجتهد نصيب. اللي أكد لك أن مشروع العاصمة الإدارية أصبح عبء على الدولة وأصبح بياخد ومحتاج فلوس كتيرة جدا في وقت الاقتصاد المصري فيه بيعاني ومش قادر يوفر احتياجات الناس الأساسية، كلام الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أفكرك اللي طلع مع عمرو أديب بيقول يا ريت نمرحل أو نتمهل في العاصمة الإدارية عشان ما فيش فلوس.
اسمع، الراجل ده يا كابتن طيار عمار، الراجل ده قال الكلام ده امتى؟ اول امبارح. قال ايه؟ قال نستنى على العاصمة الإدارية، مش لازم تخلص على طول، يعني ممكن تخلص 2024 2025 2026، ليه نستعجل؟ الكلام ده في 22. تخيل ان السيسي زمان لما جاب اخواننا الخلايجة وقال لهم نعمل عاصمة إدارية قال لهم في 10 سنين، قال لهم لا احنا بنعملهاش كده، احنا بنشتغلهاش كده، احنا مش كده، وقعد يتأمع عليهم قوي. طب ما هو ده الكلام اللي قاله هاني جنينة. انت لو جبت الفيديو ده، ايوه يا علي يا علي يا بتاع الزيت جامد يا علي، العب كده. ده الراجل ده هو، خلي الفيديو يا راجل، فرحني بالفيديو. الراجل ده متخصص في العقارات، قال للراجل ده هو اللي ما بيفهمش، قال له تقعد 7 سنين 10 سنين كمرحلة اولى، قال له لا احنا مش كده، احنا ما بنعملهاش كده، احنا لا. قال له طب عايزها امتى؟ قال له امبارح. ما هو ده واخد على الجيش. الكلام ده من 7 8 سنين. هاني جنينة طلع اول امبارح قال العاصمة الادارية تستنى كمان. اعرض بقى هاني جنينة عشان تعرف ناس ما لهاش علاقة بالعلم. اعرض. يعني الراجل الاولاني في الفيديو الاولاني من 7 سنين قال للسيسي المرحلة الاولى للمدينة دي تخلص في 10 سنين. العبها تاني كده بقى. يعني من 7 سنين، الفيديو ده في 2015 يا جماعة، 15 تقريبا 15، من 7 سنين الراجل طلع قال له العاصمة الإدارية كده بداية تتعمل في 10 سنين المرحلة الأولى، أو يعني بداية يعني. لا 10 سنين إيه؟ بعد 7 سنين لسه ما خلصهاش. هاني جنينة طالع يقول لا نستنى كمان. هاني جنينة من يومين طالع يقول نستنى كمان. ده معناه ايه بقى؟ معناه ان الراجل الخليجي الاماراتي اللي كان واقف ده بيفهم. الراجل ده هو بيفهم، والراجل ده هو ما بيفهمش. لو كان سمع كلام الراجل ده هو الخليجي كان زماننا ما خدناش قروض ولا رميناها في الصحراء، لكن لان الراجل ده ما بيفهمش فورطنا وورط البلد في قروض. ليه؟ لانه فاهم ان هو بيوحى اليه، فاهم ان هو المعماري الاوحد. ايه يعني مدينة زي دي تخلص في 10 سنين؟ ازاي انت مجنون؟ 10 سنين ايه؟ لا وبص على رياكشن السيسي وبيقول له 10 سنين 10 سنين ايه؟ لا لا مش كده. ما هو بقى بص انا اديني الرياكشن يا علي، اديني الرياكشن اول ما سمع الكلام. بص اديني الرياكشن اول ما سمع الكلام، اديني بقى اديني 10 سنين. انت مجنون؟ انت بتكلمني انا؟ انا ضابط جيش، انا ضابط جيش. 10 سنين انت مجنون؟ انا عايزها كده، انا عايزها زي عرش بلقيس كده قبل ان يرتد اليك. عايز كده الراجل ده، عايز سليمان. السيسي يا حضرات عايش في دور سيدنا سليمان، من ياتيني بعرش بلقيس؟ قال له بص انا هجيبها لك كده. فهو بقى مش عايز بقى شركات أرضية. يقول له 10 سنين 10 سنين ده، وراح عمل له بصباعه كده، لا أنا بكلم جد، أنت مجنون؟ أحبسك، عايز المدينة دي بكرة. بقى له 7 سنين الفيديو ده. بعد 7 سنين طلع هاني جنينة الخبير الاقتصادي قال نستنى شوية، ما تخلصش 24 ولا 25، مرحلها على عدة سنوات. لو كان سمع كلام الراجل الخليجي، لو كان عنده مخ كان زماننا دلوقتي في حته تانية. اما اللي يقول لك بقى اكتر رغم الفشل ده هو تصريح او ان شئت قل تضبيل رئيس شركه العاصمه الجديده خالد عباس، اللي قال في اول تصريح ان المشروع ده هو مشروع، اطلع بقى اطلع، مشروع مصر المستقبل وحديث العالم. ايوه انت جيت ياض نورت البيت، حديث العالم. أنا يا حضرات أمريكا ما بتكلمش عن جفاف البحيرات اللي عندها، بيتكلموا عن العاصمة الإدارية الجديدة. أوروبا ما بتكلمش عن تغيير المناخ، بيتكلموا عن العاصمة الإدارية الجديدة. الدوري الإنجليزي توقف نص ساعة عشان العاصمة الإدارية الجديدة. ناس بتكلم مهابيل، لكن برضو تزامن الاستقالات دي اللي ظهرت مرة واحدة
لا يمكن يكون طبيعي، ويبدو أنه في حد عامل عمل على رجل جمل، ويبدو أن ده عامل قلق زي ما سماه الصحفي الكبير سليم عزوز اللي كتب وقال بالضبط كده: استقالة اللواء أحمد زكي عبدين من رئاسة العاصمة عامل قلق. حضرات السادة المستشارين، الحقيقة أنا بقول لكم ببساطة شديدة جدا، الاستقالات دي تخفي وراءها قلق فعلا. لو كنت خدت الوسط، على رأي الفنان الكبير سليمان نجيب في أحلى دور من أدواره اللي عملها في فيلم الأنسة حنفي، لما كل شوية يطلع يقول لو كنت خدت الوصل، يا عبد الفتاح لو كان عندك مخ، يا عبد الفتاح لو كان عندك ذرة تفكير وسمعت كلام الراجل الخليجي وخليت العاصمة الإدارية على 20 سنة، مش كان زماننا في حال أحلى؟ لكن على رأي اللي قال هتقول وتعيد لمين وتشكي لداودة، الناس المغرمين ما يعملوش كده. أسيبك بقى وأطلع فاصل عشان استقبل الاستاذ الدكتور محمود وهبه. اهلا بكم في اخر فقره في حلقه اللادي، وهي فقره اقتصاديه، بس عايزين نعرف يعني الكلام رايح جاي، كلام بيكلموا على ان احنا في دوله فقيره جدا جدا، وفجاه في وسط الدوله الفقيره دي انت بتشوف مظاهر غنى فاحش زي افتتاح العالمين، فجأة كده سقطت لسان تقولك لا ده احنا ناس كويسين جدا، واللي بيع الدولار واللي يشتري الدولار، ولازم قبل 15 مارس سبتمبر تبيع الدولارات اللي عندكم، واللي يقولك ان مصر احسن من انجلترا واحسن من امريكا واحسن من باقي الدول. الله، احنا فقراء قوي، وبعدين احنا اغنياء جدا، ازمة مصر اقتصادية ممكن تتحل في ساعات، لكن بشرط ايه بقى؟ الشرط ان يكون فعلا نظام السيسي عايز يحلها، ويكون صادق في رغبته، ويجاوبنا بشفافيه على الاسئله التاليه اللي هنسالها: فلوس مصر بتروح فين ومين بيراقب؟ ليه بنسال السؤال ده؟ لان اكتشفنا ان في مصر موازنه ب 2 تريليون جنيه عمالين نقصقص فيها وندبرها، لكن في حاجه كده مش بنفهمها. حد يسالني جبت الكلام ده منين؟ اقول لهم باعترافاتهم، باعتراف كلام وزير الماليه نفسه محمد معيد في المصري اليوم، كان بيتكلم عن عندنا موازنتين، بيقول كده، هو بيقول عندنا موازنتين، اسمعوا كده بيقول ايه. طب هو احنا في دولتين؟ يعني هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده دي في دوله تانية بتبيع اراضي وتخلي الفلوس في جيبها، مش بتحطها في الموازنه العامه للدوله؟ انا ما بفهمش في اقتصاد، بس الكلام ده اشار ليه قبل كده هاني توفيق، وقال ان الفلوس دي الحقيقه ما عليهاش سيطرة. نسمع كده ايه الكلام ده يا جماعة. في كل اللي واقع تحت سيطرة وزير المالية 48% من اقتصاد مصر، من الاقتصاد يعني، في 52% من اقتصاد مصر محدش يعرف عنه حاجة، هو اللي بيقول يعني اكتر من 2 تريليون جنيه مش داخلين في خزنة الدولة. اكيد ال 2 تريليون دول ممكن يغيروا الوضع، بس يغيروه قد ايه؟ ويحلوا مشاكل البلد ولا لا؟ زي ما بيقول معيط، خبر اهو معيط، 5.7 تريليون حجم انفاق الحكومه والهيئات الاقتصاديه العام المقبل. ده كل بقى ده غير الجهات السياديه زي الجيش والرئاسه اللي محدش عارف عنها حاجه اصلا، ولما اتكلمت عنها جريده الوطن في سنه 2015 العدد ده نفسه اتفرم، المانشيت ده 13 جهه سياديه لا تدفع ضرائب موظفيها، الرئاسه والمخابرات والداخليه والدفاع في مقدمة المتهربين من الضرائب والخسائر وصلت 7 مليار جنيه، والمالية ما تدخلش عيش الدبابير، العدد ده اتفرم. يعني وزير خزانة مصر تحت ايده بس 48% من الاقتصاد. طب السؤال الجوهري دلوقتي، هل لو الميزانيات دي دخلت في حساب وزير المالية ممكن تفرق في وضع مصر المالي؟ ويا ترى تفرق قد ايه؟ ومين اللي في ايده القرار انه يدخلها او لا؟ كل دي امور الحقيقه حابين نناقشها مع ضيفنا الدكتور محمود وهبه، استاذ الاقتصاد بجامعه نيويورك سابقا ورجل اعمال. دكتور محمود اهلا بحضرتك. اهلا استاذ محمد، ازيك؟ ربنا يخليك يا دكتور. دكتور محمود، ما هو تعليقك على الكلام؟ انا ما بفهمش في اقتصاد، وعلمني، انا ما بعرفش. الراجل وزير الماليه طالع يقول
ان كل اللي بيقع تحت ايد وزير الماليه الموازنه بتاعته 48%، بينما في هيئات اقتصاديه تانية بتتحكم في 52% من موازنه الثانيه، يعني ما يوازي 2 مليار تقريبا. طب ودي ما بيدخلوش ليه في موازنه الدوله؟ وهل ده بيحصل في اي دوله في العالم تانية؟ 2 تريليون قصدي. انا مش متفق معاك انك ما تعرفش اقتصاد، لان انا وانت من 3 سنين اتكلمنا في الاقتصاد وانت وقعتني في مشاكل. انا قلت الشتيمه، قال لك ان انا ايه اللي عرفني الاقتصاد ان انا مش موجود في مصر وان انا جايب، لان انا وانت اتكلمنا عن الديون انت فاكر؟ ايوه الكلام ده من 3 سنين، يعني ما هوش كلام. الكلام اللي بيقوله دلوقتي ده تغطيه للرماده في العيون زي ما بيقولوا، لان المشكله من 2016 مش دلوقتي. رغم الكلام اللي انا سمعته الكويس ده، انا عايز اقول ان هو الى الان لا يعترف في مشكله حقيقيه. في امريكا حاجه اسمها الفيل في حجره الكلوز. الايه؟ الفيل في حجره الكلوز، او القتيل في حجره الدروس. حاجه ضخمه جدا موجوده في حجره الدروس ومحدش بيتكلم عنها لانها محرجه للاسره. احنا عندنا فيل في التحرير، عندنا فيل على النيل، والفيل ده اسمه 4 اقتصاديات مش اقتصاد واحد. الاربع اقتصاديات دول هم المشكله الاساسيه واللي محدش عايز يتكلم عنها. ايوه خافوا يتكلموا عنها لانها طبعا حساسه. حساسه لان لها وراها مصالح. ايوه. فايه هي بالضبط اللي اقصده بان في فيل في او قتيل في حجر في التحرير؟ اللي اقصده كده ان في 4 اقتصاديات في مصر. انا بحاول النهارده ابسط جدا واقول الكلام بحيث ان يبقى زي عامي والناس الاخرى. الاربع اقتصاديات دول زي ما يكون مصر متجوزه 4، انما مش شرعي ولا وديني ولا قانوني، لان الطرف الثاني مش موافق، ده طرف واحد بس هو اللي اتجوز. الاقتصاد الاولاني هو الاقتصاد العام اللي احنا عارفينه، اللي بيتكلم عنه انه حوالي 300 مليار دولار او 400 مليار دولار، وان هو بينمو ب 6% 5، يعني الحاجات العامه، وهو اللي في النهايه بيصب في الميزانيه العامه اللي بيتكلم عنها الوزير. ده الاقتصاد العادي في كل دول العالم الطبيعيه عندها ميزانيه واحده واقتصاد واحد. كل دول العالم يا دكتور، كل دول العالم تعمل غير كده تخلق لك مشكله، لان الاهداف بين الاقتصاديات دي بتختلف وبتتضارب. طب ايه بقيت بين الاربع الزوجات الاخرى؟ الاقتصاد العام اللي هو في الميزانيه ده علني. ايوه نعرفه، بيروح الميزانيه، بيروح المجلس، بيروح البرلمان وبيناقشوه ويتكلموا عنه في الجرايد، ولو ما بيناقشوش قوي الحقيقه. الثاني في 3 اقتصاديات سرية. الأول اقتصاد الجيش. هذه واحد. الثاني اقتصاد الصندوق السيادي. الثالث اقتصاد الصناديق الخاصة، وهو ده الجزء اللي اتكلموا عنه. وده برضه شيء سري. الاقتصاد الصندوق السيادي سري. فأنت عندك 3 اقتصاديات سريين او شبه سريين. وبالتالي لما تيجي تتكلم عن اقتصاد مصر انت بتتكلم عن كانك بتتكلم عن ملابس ممزقه. في تفتيت في الايرادات، في تفتيت في الانفاق، وفي النهايه لما تعمل سياسه مثلا سياسه نقديه يقول سعر الفايده كذا، ده بينطبق على حاجه واحده بس وهو الاقتصاد العام اللي هو بتاع معيط. تقول الضرايب كذا، ده بينطبق على حاجه واحده بس الاقتصاد العام. الديون
سواء لديون عامة أو لديون الجيش أو ديون الصندوق السيادي أو ديون الصناديق بتتحول للميزانية العامة. لا معلش ما فهمتش دي يا دكتور. احنا دلوقتي لما بتتكلم على الضرائب بتتكلم على ال 48% بتاعت معيد دي الاقتصاد ده. لما بنتكلم على الديون بقى بنتكلم على ايه؟ على على الاربعة؟ اي بالاربع الاقتصاديات اللي انا قلتهم دول، الاربع زوجات دول كل ديونهم بتتحول على حاجة واحدة بس وهي الميزانية العامة. يعني لحظة، يعني لو صندوق السيادي اخد ديون تتحول على الميزانية العامة اللي بتاعت معيد. انها بتتاخد بسيادة الدولة. يعني كأن الثلاثة التانيين واخدين الخير بس مش مشاركين في الخسائر او غيره. عشان كده المشكلة في مصر ما هياش مشكلة لا كورونا ولا حرب اوكرانيا ولا موضوع سعر الفايدة ولا الغلاء ولا كل الكلام اللي هو ولا السيولة ولا 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 كل الكلام اللي بيتكتب عنه ده دلوقتي. طبعا انت لازم تتكلم عنه لانه مشكله، انما في نفس الوقت ما هوش اساس المشكله، ما هوش السبب في المشكله، وبالتالي انت بتتكلم عن اعراض. عايز تتكلم عن سبب المشكله بص على الفيل في التحرير. هل في منتهى البساطه الكلام ما هوش جديد مش مخترعينه وانا مش مخترعه ولا الوزير الماليه اعتقد كان بيدرس ماليه، اول درس في كتاب الماليه العامه وحده الميزانيه. ما فيش دوله بيبقى عندها اكتر من ميزانيه. ليه بقى؟ اولا ما فيش شفافيه ما دام اكتر من ميزانيه، ثانيا ما تقدرش تراقبها، متعدده. القواعد اللي بتطبقها عاده اي سياسه انت بتطبقها المفروض انها تطبق على الاقتصاد العام بتاع الشعب والاقتصاد الجيش واقتصاد الصناديق الصندوق السيادي واقتصاد الصناديق الخاصه. انما كل واحد يقول له مزايا ومميزات، وبالتالي بيخرجوا من كل السياسات اللي بتاع الدوله اللي بتعملها، ولما يروحوا يختلطوا بتوع الحظ اللي حطوه على ايه؟ على الشعب. طيب لكن مؤكد يا دكتور محمود انه لا توجد دوله في العالم تمتلك اكتر من موازنه واحده. يعني انت تتكلم على دوله فاشله او لا لا لا، بتكلم على دوله محترمه زي امريكا طبيعيه عاديه. او زي ما قلت اول فصل في كتاب الماليه العامه هيقول لك وحده الميزانيه. وحده الميزانيه ده مبدا عام معروف واحنا مش مخترعينه وقديم، حتى من ايام سيدنا يوسف ما كانش عنده اكثر من ميزانيه وبيشتغل بالقمح، ناقص او زايد ده ميزانيه واحده. المبدا وحده الميزانيه ده ما هوش جديد. طيب الحل هذا المبدا. طيب يعني حضرتك بتقول لي ان مصر فيها اربع ميزانيات، ميزانيه بتاعت وزاره الماليه اللي هي 48% وال 52% موزعه على الاقتصاد الجيش الصندوق السيادي الصناديق الخاصه، صح كده؟ لا انت واخد كلامهم وبتخلطه بكلام. أيوه. انا بقول اكتر من هذا الحقيقه، انا بقول ان هم بيتكلموا عن الاقتصاد العام وبيقسموه وبيقولوا ان في جزء من الاقتصاد العام هو متحكم فيه وفي جزء هو مش متحكم فيه وهي ما يسمى بالصناديق اللي اتكلموا عنه. أنا بقول إن أسوأ من هذا في ثلاث اقتصاديات تانية سرية هو لا يعرف عنها شيء، اللي هي الجيش والصندوق السيادي والصناديق الخاصة. بالضبط. وهذه الجهات بتأخذ خيرات الريع أو يعني ليها في المكاسب، ولكن لا تدفع الضرائب ولا تساهم في الديون ولا بتسمع لو انت عملت قرار اداري بان الجمارك كذا، ولا بتسمع الجمارك ولا بتدفع جمارك ولا بتدفع ما يسمى بالقيمه المضافه بتاع الضرائب اللي هي كل الشعب بيدفعها، ولو احتاجت عمله صعبه يقدر يجيبوها بسهوله، ولهم مزايا ولهم امتيازات، وبالتالي ما همش زي بقيه الشعب. طيب
خلينا ننقل على حاجة تانية يا دكتور، بس الأول أسجل إعجابي بالجرافاتة والمنديل بتوع حضرتك. علمك أنا عامل دي مخصوص عشان أرضيك. وجستني فعلا، لقد حققت هدفك. أنا عارف إن أنت تلبس جرافاتة ومنديل، قلت أوريك بس إن في وحصل أمريكا محدد دلوقتي جرافاتة. والله عاجبني جدا، وخلي بالك منهم لأن أنا عيني فيهم. طيب يا دكتور شاكر جدا. دكتور السيسي بيجري ورا المصريين عشان يوفر كهرباء ب 400 مليون دولار، وهو عنده موازنة بتصل طبقا لكلام وزير المالية لأكثر من 2 تريليون جنيه. كيف ترى هذا الخلل؟ لا شوف، ما تلخبطنيش مع وزير المالية. أنا عارف إن أنت طبعا مهتم بالإدارة في الإعلام، أنا مهتم بالآراء في الإحصائيات والمؤشرات. اسألني ايه أزمة مصر دلوقتي وانا هقولها لك بالتحديد، لان دول المفروض ان احنا نتابعه. أزمة مصر في حاجتين. الحاجة الاولانية ان الميزانية العامة اللي هي بتنفق على الشعب فيها صفر، ينفق على الشعب فيها ايه يا دكتور؟ صفر. مفيهاش ولا مليم. اي ايرادات بتيجي لمصر للميزانية العامة بتروح للديون. يعني هو بيقول ايه؟ انا عندي ايراد حسب كلامه الميزانية بتاعة 23، انا عندي ميزانية ايراداتها تريليون ونص. الديون اللي بدفعها من هذه التريليون ونص، تريليون ونص وخمسين مليار. اي يعني اعلى اكتر حتى من الايرادات. اي طب بنود البقية الميزانية فيها ايه؟ صفر. فالشعب ما بيشوفش مليم من الإيرادات، سواء هي الإيرادات من الضرائب أو من غيرها من اللي بيدفعه. أيوة. صفر. دي مهمة جدا، لأن أنا يعني هبني عليها. ده أنا وأنا وأنت متعودين، أنا بنبني فكرة على فكرة علشان نوصل لحاجة محددة. طيب تمام. إذا كان عندك صفر على الميزانية، يبقى كل المشاكل اللي أنا عارفينها من موضوعات الجباية، من موضوعات الكهرباء اللي انت تقول عليها من شوية ان هم بيمنعوها، للأرض اللي الناس بتستولى عليها، كل الطرق لرسوم تسجيل العربيات، اي حاجة ممكن تخطر على ذهنك اللي هم بيستخدموها يعملوا جباية منها، راجع على ان الميزانية مفيهاش فلوس. لما لغى الدعم والتمويل ده قال ان الميزانية ما فيهاش فلوس. علشان يدفع دعم وتأمين تمويل عشان يصرف اي حاجه لازم يختار. ايوه لان ما عندوش فلوس. تمام. فاول مؤشر مهم بالنسبه لنا ايه اللي موجود دلوقتي اللي بينفق على الشعب. انا بقول ومستعد، واحنا عملنا الحكايه قبل كده، قلنا لهم قبل كده اللي عنده كلام مختلف يتفضل يقعد يتكلم معايا في الاعلام المصري، يحاورني ويناقشني بالارقام بالوسائل في الاعلام المصري. ودي دعوه مني وانا عملتها اكثر من مره من عندك، علشان هيقول لك انت بتتكلم الشرق والشرق الاخوانيه، انت اخواني. معلش انا اخواني حر، مالكش دخل بي انا اخواني ولا انا ايه. انا كلمني على الاقتصاد، ما تكلمنيش عن كلام ملوش اهميه الا ان انت عايز تشجع. ايوه. اول حاجه هقول له ان انت ما عندكش مليم تنفق فيها على الشعب. ليه؟ لان انت خدت كل ديون الاقتصاديات الاربعه كلها وحطيتها على هذه الميزانيه، فما عادش فيها مليم. دي نمره واحد. نمره اثنين، الوضع بتاعك بالطريقه اللي انت ادرت بيها الديون، ان انت زودت في الاقتراض نفس الوقت بتدفع بايه؟ طريقة بانز سكيم. وانت سمعت الحكاية دي مني قبل كده، ان انت تاخد من الجديد تدي للقديم. ايوه تلبس طريق الدلدة يعني. بالضبط. انت وصلت دلوقتي الى مستوى ان ما عادش عندك مخرج علشان تقترض بيه. كويس. فانت ايه اللي بتعمله؟ اللي انت بتعمله دلوقتي ان انت بتجمع فلوس باي طريقة. فانت اول حاجه عملتها، وهي اسوأ شيء الحقيقه اتعمل، وده اللي عملته سريلانكا بالنسبه، سريلانكا دي اللي اتلست، ان انت بتستخدم الاحتياطي اللي عندك في البنك المركزي لسداد الديون. اه
كونك تستخدم الاحتياط اللي عندك لسداد الديون، يبقى انت بكده بتاخد الفلوس اللي انت بتستورد بيها الاكل وتسدد بيها ديون، وانت ديونك حجمها ضخم وعندك 33 مليار دولار احتياطي. بس انت دلوقتي عندك اربعة، لو ما خدتش مليم منها عندك اربعة ونص شهر من الاحتياطي يجيب لك اكل، بل اقل ان انت عندك 7 مليار منهم ذهب، يعني مش سايل ما تقدرش. لا، وفي ودائع خليجية كمان بيقولوا في الجزء ده. نعم، وفي ودائع خليجية تقريبا بيكلموا على 33. دي مشكلة تانية، لان انت ما عندكش في الحقيقة، انت ما عندكش الفلوس بتاعتك انت في الاحتياط. ايوه، انت عندك 17 للعرب ومن 33، وبعدين عندك مبلغ تاني مدين بيه لغير العرب، فانت مع الاحتياطي مش بتاعك، انما هو انت بتستخدمه لان موجود قدامك. انا ما نش عايز اخش في المشكلة دي لانها مشكلة من نوع تاني، انما حتى هذا انت بتستخدمه عشان المفروض الاحتياطي بيعمل حاجتين، انه بينظم لك السيولة في السوق، وان هو بيشتري لك الحاجات الضرورية بتاعتك. ايوه، سريلانكا قعدت تدفع منها من الاحتياطي بتاعها لحد ما وصلت لصفر، ما قدرتش تشتري لا اكل ولا ادويه، واعلنت الافلاس. ايوه، اللي انا بقوله دلوقتي ان هذا الوضع بالاضافه الى ان انت عندك ميزانيه زيرو بيقول لك في منتهى البساطه انت عندك مشكله كبيره، ما تقوليش ان انت هتحلها ان انت تروح لصندوق النقد هيديك فلوس كفايه تغطيك، لو غطاك السنه دي مش هيغطيك السنه اللي بعدها، لو غطاك السنه دي هيطلب منك تدفع السنه اللي بعدها. ما تقولش ان انت هتروح تبيع اصول بما يكفي، لان الاصول اللي انت بتبيعها في الحقيقه انت ما بتاخدش لحد الوقت قليل قوي من الفلوس دي دخلت البنك المركزي، وما بيدخلهاش الميزانيه، خد بالك الفلوس اللي بتيجي ما بتجيش الميزانيه، ما بيدخلهاش البنك المركزي. اللي بيعملوا في مع معظم الدول العربية دلوقتي، وهم لهم طريقة خاصة، لهم طريقة خاصة في ما يسمى الدعم، مؤسفة الحقيقة، إنما اللي بيعملوا إن هو بيتبادل أصول مقابل دين ليه عليه. فالنتيجة إن الاحتياطي بتاعه بينقص. طيب، شهرين والاحتياطي بتاعه بينقص من شهرين، قال كان صريح من شهرين، قال بالنص احنا بدأنا بدفعنا اقساط ديون ومنها ديون لصندوق النقد. المشكلتين دول لو حطيت عينك عليهم هتقول لك انت في مشكلة مش هتتحل، ولو حلتها السنة دي مش هتتحل السنة دي. طب معلش يا دكتور اقاطعك هنا، بعد الابواق الاعلامية للسيسي اقتصاديين برضو بيقولوا انه احنا دفعنا اقساط وفوائد ديون في الفترة اللي فاتت، وان هذا هو مؤشر على نجاح الاقتصاد. شوف يا محمد بيه، انا هديك 10 جنيه في ايدك اليمين واخدها منك في ايدك الشمال، لما يقول لي ان هو سد الديون انا هصدقه، بس يوريني الحجم الكمي للدين نزل ولا لا. هما قالوا حاجتين الحقيقه متناقضتين، مره قالوا ان احنا سددنا 20 مليار، مره قالوا ان احنا سددنا 23. طب بص على حجم الدين، هو نقص الحجم، يعني اذا كنت انا بسدد يبقى المفروض حجم الدين الكل ينقص. فهمتك. انت عايز تقول لي ان انا طالما بسدد وناجح يبقى حجم الدين ينقص. لا، ما بينقص، ده بيزيد. صحيح، يبقى لان انت مش دفعت الديون، انت خدت قرض جديد واستخدمته لسداد قرض قديم، يبقى الافضل والادق والاصدق والاكثر امانه ان انت تقول انا اقترضت جديد مش انا سددت. انما طبعا مش دي طريقه الاعلام. جزء مهم جدا في الاقتصاد المصري دلوقتي للاسف الخداع والكذب. انا مش بقول الكلمه دي عشان اشتم، انما الميزانية نفسها لما تقراها ما هي إلا منشور سياسي مكتوبة بطريقة أولاً ما تمشي بسهولة، في نفس الوقت كلها منشور سياسي. فلما يقول لي أنا دفعت 20 مليار أو 23 مليار، وريني والله أنت نزلت منين. طب
طيب يا دكتور فهمت انا وجهتنا، فهمت النقطه دي. انت عايز تقول لي طالما انت سددت وناجح وزي الفل، طيب هل ديونك نقص ولا لا؟ بالعكس ديونك بتزيد، يبقى انت فاشل. طيب في كلام انه بيتقال لك هناك دول كتيره في العالم مديونه لصندوق النقد وهي دول كبيره ومستمره في الدين، وامريكا نفسها دوله مديونه. يعني ده عامل زي ما يقول لك ايه، السواق يقول لك انا المرتب بتاعي والرئيس بتاعي مليار دولار، يعني دي نقطه دايما هنا. يعني انا باخد مثلا 40,000 دولار والراجل بياخد 950,000 دولار. امريكا، ان انت تقول ان امريكا بتستدين ماشي، انما انت عارف امريكا ممكن تسد لنا باي لحظه وسددته قبل كده وما هيش مشكله، وجزء للعلم يعني جزء من طريقه الشغل الاقتصاد الراسمالي بيقوم على الديون. انا ما عنديش مشكله مع الديون، انا عندي مشكله لما تستدين اكتر مما تستطيع ان تدفع، وطريقه السداد او طريقه السداد ان انت بتستخدم الديون دي علشان تولد لك دخل تستخدمه للدخل ماشي. فديون امريكا بتستخدم ده، بالعكس امريكا ما هيش عايزه الديون دي لانها العالم بيستثمر عندها في الدولار لانه ثابت. ترامب بالمناسبه مره من المرات قال انا زهقت من موضوع الديون اللي علينا دي. ترامب في تاريخه كراجل اعمال كان دايما بيفلس عشان يهرب من دفع الديون، فقال انا ما تيجي نعمل افلاس لامريكا. فالناس كلها طبعا جننت هرج من بقى. لا امريكا بتدفع فلوس، الصين عندها 13 تريليون دولار ديون. لا احتياطي. الدين نفسه مش مشكله، المشكله مش في الدين، المشكله في امكانيتك انك تدفع، وهل استخدمت الدين ده لشيء بحيث ان هو يمكنك انك تستمر في الدفع ولا انما علشان تاخده وتستخدمه في مشروع مالوش اي علاقه بان هو يدفع لك، يبقى هتواجه المشكله. وده اللي حصل بالضبط معانا. انت قصدك على العاصمه الاداريه؟ شوف انا هقول لك، انا مش عارف، يعني انت عارف انا دايما بقول ان انا ما بهدفش للنقد ولا الكلام من هذا النوع. انا بتكلم على كل المشروعات اللي حصلت في مصر واللي بتحصل في مصر، لان نمره واحد لا هي مبنيه على خطه ولا فكر ولا دراسه جدوى ولا كان لها اي لازمه انك تقترن لها. طب يا دكتور معلش يعني بعض الناس يقول لك طب والطرق دي مالهاش لازمه؟ يا استاذ محمد، هي الطرق اللي بتبني الناس ولا الناس اللي بتبني الطرق؟ لا هي الناس اللي بتبني الطرق. خلاص هتحلت المشكله، تبدا من الصح. انا كان ليا صديق اسمه الدكتور ابراهيم شحاده، كان في البنك الدولي، كنا احنا الاثنين بنكتب في الاهرام، في صفحه الرقم. الراجل كان كنا بنكتب مره كل اسبوعين. الراجل كل مره كان يكتب عن تنميه مصر، تنميه البشريه. الراجل توفى للاسف، وبعدين كتب كتاب وصيتي لمصر وبيقول عايز تتحرك تنقل تنميه بشريه مش تنميه. انا اقدر اعمل كبر طرق وكباري بسهوله جدا لما مستواي يرتفع، انما اروح احط زي ما بيقول العربيه قدام الحصان، لا ما ينفعش. خليني ارجع تاني علشان برضو انا بحاول يعني احط زي ما تقول طوبة على طوبة علشان أوصل للنهاية. مصر فيها ثلاث مشاكل مزمنة، وهذا النظام مش مسؤول عنه، هو بس مسؤول عن إنه أهملها. المشكلة الأولانية إن الموارد من العملة الصعبة لا تكفي احتياجاتها، ده من أيام عبد الناصر. أما افترض ان محمد ناصر بقى رئيس جمهوريه بكره، اقول له يا محمد، وقال لي تعالى انصحني، اول حاجه تعملها ان انت تعمل مشروعات تديك عمله صعبه، من غير دي هتقعد طول عمرك بوضع سيء. ما
واجهك مشاكل في الديون وواجهك مشاكل في السداد، مش كده وبس، ده انت عندك نقص في الغذاء، انت بتشتري 65% من الاكل بتاعك، دي برضو مشكله مزمنه على فكره من ايام السادات، 65%. معنى كده العمره الصعبه اللي انا عايزها اولا نقص، ثانيا انا عايز اشتري اكل، فلو العمله الصعبه اللي عندي ناقصه مش هقدر اشتري اكل، وده الوضع بالضبط اللي حاصل واللي هيحصل. النقطه الثالثه، لا النقطه الثالثه مشكله مزمنه ثالثه، ان النظام الاقتصادي نفسه مش متعدل، ما تعرفش انت في نظام سوق ولا نظام اشتراكي ولا نظام مختلف ولا لا. كل الحكام اللي جم في مصر بيفترضوا ان دي لعبه ممكن تتنقل من دي لدي، وده مش ممكن لان بيتراخوا مع بعض. انما اللي يهمني بالدرجه الاولى ان انت لو بدات حكم تبص المشاكل دي وتقول انا نظام حر. معنى كده ايه بقى؟ ان انا مش هبدا نمو حر، معنى سوق يعني طلب والعرض يعني منافسه كامله. انا مش هترك للاحتكارات انها تنمو. انما للاسف الثلاث اقتصاديات اللي ذكرتهم لك دول كلهم مبنيين على احتكارات. اما الجيش بيعمل مشروع، هو بيعمل احتكار سواء حقيقي او نظري. بمعنى ايه؟ ودخل قطاع معين الناس عارفه ان هو يتحكم فيه، هيتحكم حتى ولو ما تحكمش فيك او على طول ان هو بياخد مزايا وبيتحكم فيه. فاول حاجه تعملها، هل انت هتقدر تنمي بلدك باحتكار ولا لا؟ انا اقول لك لا، لان الاحتكار بينمي نفسه ما بينميش البلاد. اختار عايز تبقى اشتراكي، اختار اشتراكي، عايز تبقى احتكار مع اهل وسهلا، انما ما تقوليش ان انت هتنمي البلد، انت هتنمي حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه، لابد ان انت تلاقي حل لمشكله 65% من الاكل. الحاجه الاخرانيه العمله الصعبه. طيب معلش يا دكتور، يعني عندي سؤال ليك. دايما في لقاءاتي معاك بلاحظ انك انت ولديك اكيد وجهه نظر، مركز او لا تتحدث في النظام السياسي، انت تتحدث في الاقتصاد فقط لا غير، وانت متعمد ده على ما يبدو. سؤالي انا كواحد مهتم يعني مش متخصص، دائما اقرا انه هناك ارتباط وثيق ما بين النظام السياسي والازمات الاقتصاديه، الى اي مدى ده صحيح؟ كون ان انا بتكلم في الاقتصاد انا بتكلم على طول في السياسه، يعني لما اتكلم عن الديون انا بتكلم عن مين اللي اقترضها واقترضها ويدفعها ازاي، انا بتكلم عن السياسه. لما اروح صندوق النقد والبنك الدولي ونشتكي لهم ونقول لهم بطلوا اقراض، انا 100% بتدخل في السياسه. لما اروح لبيرو كلير واقول لهم لا ما تاخدوش ودائع المصريه وبتقلي بتاع الشعب من الحكومه وتردوها، انا على طول بتدخل في السياسه. الوضع دلوقتي ما هو الحل الاقتصادي، لا يوجد الوضع اللي احنا فيه ده مالوش حل اقتصادي، له حل سياسي. بس قبل ما اقول دي، قبل ما اوصل لدي، انا عايز اخلص حاجه واحده ونرجع لها. ارجع للاربع زوجات، الاربع اقتصاديات. هنعدهم مع بعض يا سيدي. اقتصاد المعيط بتاع وزاره الماليه، اقتصاد الجيش. خليك معايا دي واحده، ده الايرادات فيه مليار ونص. طيب اقتصاد يعني الجيش مجهول. والله بقى شوف، اقتصاد الجيش ده سري ومحدش معروف. طيب انا شفت ارقام فيه بتقول انه حوالي 25% من الاقتصاد المصري او 75% من الاقتصاد المصري. انا هفترض بس ان الايرادات دي من باب التبسيط وعلشان نتحرك، 5 تريليون جنيه. الاولاني الاقتصاد العام 1.5 تريليون جنيه، اقتصاد الجيش 5 تريليون جنيه، الاقتصاد الثالث يا استاذ محمد، الاقتصاد الثالث السيادي، الاقتصاد السيادي، الاقتصاد السيادي حسب الاحصائيات دلوقتي قيمته 11 تريليون جنيه. اصغر الصناديق السياديه في العالم العربي انما 11 تريليون جنيه. انا متوقع ان الايرادات بتاعته حوالي تريليون ونص. تريليون؟ طيب الرابع دكتور الصناديق الخاصه.
دي برضو للاسف انا مش متخصص قوي في الصناديق الخاصه، انما اسمع انت قلت رقم ضخم جدا، انما انا هفترض ان ده تريليون. تريليون تريليون. طيب تريليون. يعني 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 بصرف النظر عن وزاره الماليه، انما كلامهم هم اهلا وسهلا، هو خلينا بس نعد الرقم مع طيب بعض. نعد الرقم مع بعض. 5 تريليون اقتصاد الجيش، 1 تريليون الاقتصاد الصندوق السيادي، 1 تريليون الصناديق الخاص. لا الصندوق السيادي 1.5 1.5، معلش يا دكتور معلش، 1.5 تريليون، يعني 6.5 7.5 7.5 تريليون يا دكتور. لا اكتر. لا ما هو الصندوق السيادي 5 تريليون، ال سوري اقتصاد الجيش 5 تريليون، اقتصاد الجيش 5 تريليون، الصندوق السيادي 1.5، الصناديق الخاصة 1 تريليون. طيب 5 و1.5 و1 على الاقل 8، هو انت احسبها زي ما انت عايز، انما رقم الجيش غير واضح، وانا بتقديري اعلى، انما انا باخد الرقم الاسهل عشان ما حدش يتخانق معايا ويقول لي لا. طيب انت بتتكلم يعني 8 تريليون، في 8 تريليون ما نعرفش عنهم حاجه. انت الوقت بتنفق كام على الشعب؟ 1 تريليون. لا صفر. وزارة المالية انت بتنفق صفر من الميزانية الحالية على الشعب، فجأة طلع لك 8 تريليون جنيه. اه جمعهم على بعض اسميها وحدة الميزانية. وحدة الميزانية حسب يعني رقم، وده رقم مبسط جدا، هتديني 8 تريليون جنيه. يعني يا دكتور معلش يا دكتور، يعني لو احنا ميزانية موحدة زي ما بيقول علم إدارة المالية ولا المالية، ده الميزانية واحدة، لو احنا ميزانية واحدة ربما يكون مصر دخلها بالاربع حاجات دول اللي هم حاجة واحدة حوالي 9 او 10 مليار تريليون جنيه على الأقل. يا يا ليه بقى؟ شوف بقى، انت في الحاله دي لا هتحتاج قروض ولا هتحتاج تمنع الدعم ولا هتحتاج تعمل جبايه ولا هتحتاج تعمل الالاعيب اللي بيعملوها دي كلها وتبيع الاصول بتاعتك. طب هيجي حد فزلوك يا دكتور يقول لك ايه؟ يعني انت يا دكتور محمود وهبه قاعد لي في امريكا، انت ومحمد ناصر بتكلموا، طب هو السيسي ما يعرفش كده؟ ما الهدف من انه يبقى في اقتصاد معلن زي ما قال وزير الماليه 48% بس اللي هو وزاره الماليه، وثلاث اقتصادات سريه، ما الهدف؟ الهدف المستفيد. مين المستفيد؟ المستفيد اللي بيكسب من ورا ميزانيه الجيش واقتصاد الجيش، المستفيد اللي بيكسب من ورا الصندوق السيادي، هو 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 عارف ان هو عاملها عمدا. طب ما هو بيعمل بيها، ما هو بيقول، ما هو كلهم طالعين يقولوا العاصمه الاداريه الجديده مش من ميزانيه الدوله، دي معموله من الصناديق ومن الاقتصادات الاخرى. شوف انا هقول لك حاجه، انت عليك 157 حسب كلامهم 157 مليار مليار دولار. أيوة. وعليك 6 تريليون جنيه. الرقم برايي انا، احنا المدير اللي دخلنا في مشاكل قبل كده فاكر كانوا بيقولوا 100 120 وانا قلت لا 180، انا اقول لك انت عليك دلوقتي 300 مليار مليار دولار اجنبي، انما مش ده الموضوع النهارده. لا 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 لا، جبتها منين 300 مليار اجنبي؟ لما هو قالوا انه 157 مليار، جبت منين 300 مليار؟ ضيف عليها ابسط حاجه القطار الكهربائي 23، ضيف عليها الضبعه، ضيف عليها النقص في ارصده البنوك الاجنبيه 20 مليار، اقدر اعدها، انا عديتها اكثر من مره ودخلنا بالنقاش ده قبل كده. خدها اللي عايز يعرف التفاصيل مكتوبة في صفحتي، إنما أنا اديتك على الأقل مبلغ أهو وصلتك لـ100 زيادة على يعني الدكتور محمود وهبه من وجهة نظر إن مصر ديونها مش 157 مليار ولكن ديونها 300 مليار دولار. نعم نعم. ده من غير من يا دكتور من غير فوائدهم؟ لا طبعا، على ما هو ده عشان كده الميزانية بتاعتك صفر، أنت بتدفع فوائد، مصر بتدفع اعلى فوائد في العالم، وده جزء الحقيقه بيخوفني. ليه بقى؟ لان المحافظ الجديد اللي جه عمل ثلاث حاجات. طارق حسن عبد الله، حسن عبد الله ثلاث في ثلاث، هو راجل بدا يوم الاحد ده مش كده؟ ايوه. معرفش ايه، اول يوم باع ديون اعلى، الاعلى في تاريخ مصر في يوم واحد، اول يوم باع
باع أجور خزانة بالأعلى في تاريخ مصر. ثاني يوم لم سيولة من البنوك. أنا استنى يا دكتور استنى، أنا بقى كنت عايز أسألك عن النقطة دي، لأن أنا بعتها لواحد اقتصادي صاحبي وقلت له الله يخليك اشرح لي دي هي إيه الموضوع ده. الخبر بيقول البنك المركزي المصري سحب سيولة تقدر ب 83 مليار جنيه، سحب يطرح أذون خزانة بقيمة 83 مليار جنيه. هل ده الرقم الأعلى اللي حضرتك بتكلم عليه؟ الرقم في هذا اليوم هو كان 270 مليار جنيه في أذون خزانة ب 17%. تصور 17% ده معناه ايه؟ معناها ان انت لو حطيت جنيه بعد اربع سنين هتاخده تاني كله كامل. كلام غير معقول. بس انا مش عايز الحاجات دي. هو اللي بيعمله هو جاي علشان ينفذ طلبات صندوق النقد. اول حاجه فيها عن صندوق النقد ان هو بيقول لك لم السيوله. ليه بتلم السيوله؟ علشان تقدر تدفعهم. ده نمره واحد في الروشته بتاعتهم. صندوق النقد ما بينميش الدول ولا بيهتم بالفقر ولا مستوى المعيشه. صندوق النقد عايز لازم شركه عايز فلوس. فاول حاجه بيقول لك اعمل حكي، وبعدين يقول لك خفض العمله علشان تصدر اكتر تقوم تجيب عمله. طبعا الكلام ده اتقال لنا قبل كده وما منفعش، فتوقع ان انما في نفس الوقت قال له طلع الحكومه شويه من الاقتصاد. فثالث يوم النهارده باع بنك المصرف المتحده اظن ولا اسمه ايه؟ ايوه تعامل بيهم ثلاث حاجات مطلوبه من صندوق النقد. انا مش عايز ده ياخدنا عن النقطه الثانيه وهي الايه؟ اما دوله تحس انها على وشك مشكله حاجه من اثنين، يا إما أنها تنظم نفسها بحيث أن لو حصل كارثة أن تقدر تتحكم فيها فينظم لها فيخطط لها. اللي أنا بقول أنت عندك فرصة أن أنت تخرج من الأزمة اللي أنت فيها بأن أنت توحد الميزانية. هل أنت عندك القدرة تعمل حكاية دي كسياسة؟ ده موضوع متروك لهم وإحنا عارفين الإجابة لا، إنما في نفس الوقت ده الحل اللي قدامك، ما عندكش حل دي. أيوة هتلاقي نفسك في كارثه والبلد في كارثه. كل اللي هتعمله ان انت هتحط على الناس بلاوي في نفس الوقت هتبيع الاصول وهتروح تاخد صندوق نقد من صندوق النقد هيزود لك المشاكل. صندوق النقد فشل في 64 حاله، فشل عندنا احنا. ما هو بقول لك مره ان احنا عملنا اصلاح اقتصادي، طب لو عملت اصلاح اقتصادي راح تضطر منه ليه تاني؟ اللي انت بتعمله مش هيوصلك لحاجه لانه ترقيع. طيب وضعك معلش يا دكتور برضو مش سياسه، انا بتكلم على اللي انا بشوفه وانا مش بتاع اقتصاد يعني، لكن انا مواطن مصري بتابع الاخبار اعتقد يعني اقدر اقول بشكل جيد يعني. السؤال الان يا دكتور، انا قريت تقرير غالبا من البنك الدولي بيقول ان هناك 12 دوله مرشحه للافلاس أو لأنها مش هتعرف تسدد ديونها. وفي متن الخبر بيقول حلقة ما تذكر أنه هذه الدول الـ 12 كان من المفروض أنها تسدد 53 مليار، سددت 5 بس في نادي باريس أو حاجة زي كده يعني. لم يذكر الخبر، لم يذكر الـ الـ الأسماء الدول الـ 12. هل تعتقد أن مصر من ضمن هذه الدول؟ شو بسي اللي طلع التقرير ده ما هوش البنك الدولي، طلع التقرير ده طلع من اكثر من جهه اولهم مورجان. ومورجان قال خمس دول ومصر واحده، مصر وتونس واحده فيهم ولبنان. مصر فيهم؟ بالتاكيد نمره خمسه. رقم خمسه يعني مصر في ترتيب ال 12 دوله المرشحه للافلاس رقم خمسه. ترتيب ولا انما من خمس دول. بلومبرج قال لك لا ده هم سبع دول مصر منهم. البنك الدولي ما قالش حاجه عن الموضوع ده. طب بلومبرج قالت سبع دول، وبلومبرج طبعا موقع متخصص في الاقتصاد، لكن ده اكتر ده اهم من البنك الدولي لانه بيعمل
تشيكن بالانسز على الارقام بتاعه يعني البنك الدولي بياخد ارقامه من مصر انما بلومبرج بيحاول يجيب ارقام من خارج شويه يعني بلومبرج موقع مهم جدا في الاقتصاد ومورجن كان في فتره معينه كان بيدير الاحتياط المصري يعني عارفين مصر من فوق لتحت. طيب مورجن قال مصر رقم دولة رقم 5 مرشحة لعدم سداد ديونها. بلومبرج قال 7 دول صح منهم مصر برضو. ايوه. ما مدى خطورة التقارير يا دكتور؟ انا لو من الناس دي ما بص انت بتدفع ديونك من الاحتياط انت ما عندكش فلوس تشتري اكل 4 شهور وبعدين انت عندك مشكلة مش لازم تروح لحد تاني يقول لك عليها انت عارفها. انت ما بتبيعش الاصول بتاعتك عند ببلاش تقريبا الا لو عندك مشكله انت عارف انت هم عارفين عندهم مشكله والاعلام المصري يعد الشعب ان دي مشكله ومشكله جايه انما مفيش حد بيقول نعمل خطوه منظمه نفكر شويه لما هيجي لنا ازمه نعمل. انا بحاول اوصل هذه الرساله انت عندك حل الحل وحد الميزانيه. انا هقول حاجه مش المفروض ان اقولها الحقيقه ومش مناسبه ومش هقبلها حتى ولو جزئيا. يعني جزئيا ماذا تعني جزئيا؟ يعني انت عندك 5 مليون جنيه من الجيش خد من 2.5 تصرف. ما انا يا دكتور معلش يا دكتور محمود ما انا برضو عندي مشكله ان انت بتتكلم على أجهزة لا تراقب زي ما حضرتك ذكرت الثلاثة دول التانيين اللي تحت الجيش ميزانيته غير مراقبة الصندوق السيادي غير مراقب الصناديق الخاصة غير مراقبة يعني هل المشكلة يعني الراس اللي هتوحد الميزانية دي ولا توجد أجهزة رقابية؟ طب ما هي نفس القصة أهو ال 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 الأجهزة دي بتنهى بالبلد بالعربي كده بالنص حلو. انا مش هقول تنهى بالبلد وانت بتحميها فانت في مشكله انت بتحميها لانها هي اللي بتحميك غالبا يعني فالعمليه سياسه بقى انت دلوقتي. طب معلش يا دكتور لو هو دلوقتي صفر زي ما حضرتك بتقول ومديون وحالته بالبلد ومش لاقي يصرف على الناس مؤكد ان اي نظام هيغضب او هيزعل لما او هيقلق لما يلاقي فيه غضب شعبي صح اي نظام خليني بس اكمل خليني اكمل فكرتي اي نظام مؤكد يقلق لو في غضب شعبي. طيب اذا السيسي وتقريره تعني تعلم ان هناك غضب شعبي السؤال هنا بقى هل تعتقد انه غايب عن السيسي او فايت عن السيسي حل وحده الموازنه اللي حضرتك بتتكلم عنها دي؟ لا هو مش غايب عنه الحل هو عارف ان الحل صعب يعني انا متصور ان عنده ناس فاهمه الموضوع ما اعرفش كان هو نفسيا فاهم الحكايه دي ولا انما هو بالتاكيد عارف ان الجيش بينهب انا هستخدم الكلمه دي معلش مش اقتصاد انما هنا توزيع بينهب من ايرادات الشعب ونفس الشيء مع الصندوق السيادي والصندوق الخاص هو بياخد ايراداته منين ده هو في حوالي 20-30 صفحة من القوانين بتدي له حق انه ينقل ملكية اي حاجة هو عايزها من غير ما يدفع ثمن. يعني انت بتقول لي المدينة العاصمة الجديدة امتلكها ازاي؟ تتنقل للجيش. هو الجيش كان قاعد بيعمل حاجة عسكرية هناك اتنقلت للجيش بدون لا هي مشروع ولا لا موجودة في الدستور ولا من حقه ما اداش مليم من اي حد. لما يجي الصندوق السيادي يقول لك انا هاخد المبنى المجمع طب انت اشتريته من مين؟ فين الفلوس بتاعته؟ راحت الميزانيه؟ لا ما راحتش. طب فين العقد؟ كام السعر؟ مفيش قانون مفيش احترام للملكيه الخاصه ولا العامه. فبالتالي اما ينقل الاصول للصندوق السيادي هو بينهب الشعب. انا اسف ان انا اقولها بهذا الشكل الواضح وخاصة. طيب معلش يا دكتور يعني انا معلش برضو هو سؤال اخير لان الوقت عدى كتير قوي مننا لكن هو عندي سؤال اخير
شروط حضرتك دي اللي وضعتها، وأنت رجل خبير اقتصادي شاء من شاء وأبى من أبى، أنت رجل أستاذ اقتصاد ورجل أعمال أيضا، أنا الشروط أنت اشترطت أنه الموازنة في مصر تبقى واحدة، اللي هي الصناديق الخاصة والجيش والصندوق السيادي تبقى تحت إدارة معيط أو داخل موازنة واحدة في الدولة، في المالية العامة بيقولوا كده. طيب أنا لما اطلعت على ما نشر وما استطعت أن أحصل عليه من شروط صندوق النقد لم أجد فيها الشرط ده للإصلاح. سؤالي بقى يا دكتور، ما أنا ما سألتش، أنا عملت زيك بقاطع، معلش، أنا آسف جدا. سؤالي لحضرتك بقى هنا، ما سر غياب هذا الشرط ضمن شروط الإصلاحات اللي في طلبها صندوق النقد؟ اللي انت بتقوله ده للاسف معلومات من الاعلام المصري، الاعلام الاجنبي قال اوريدي ان صندوق النقد بيطالب بخروج الجيش من الاقتصاد. هم بيقولوها قال ايوه قال، ومصطفى بكري قال خروج الجيش من الاقتصاد، لكنه لم يتحدث عن صناديق السياديه والصناديق الخاصه. ما ده اللي بقوله. هو لا، اقول لك، هو منذ الفتره اللي احنا كتبنا لهم وقلنا لهم ان انتم كده بتساعدوا نظام غير انه يمتلك اصول غير مشروعه ويحولها لاصول مشروعه، عمليه غسيل اموال، وقدروا يبطلوا الافراط، الشعب مش هيدفعوا كلام من هذا النوع. كتب من 3 سنين، كتب وقال نمره 1 لو هنفرض مصر ذات لازم يبقى في شفافيه، 2 يزداد دور القطاع الخاص. ترجم ده بقى انت بالعكس، القطاع الخاص ده كان 83% تقريبا من الاقتصاد المصري، الوقت 23%. مين اللي خدهم؟ الثلاث جهات دول، الثلاث زوجات الاخرى غير شرعيه. ما هو بيقول زود دور القطاع الخاص، القطاع الخاص يعني خدها هتزوده زي اللي هتاخد منهم. فهو بيقول، هو بيقول نفس الكلام انما بطريقه دبلوماسيه، وبيقولها على فكره مش قبل، بيقولوا الكلام ده قبل حتى مصر ما طلبت القرض. فالمره دي بقت اكثر، وانا توقعي ان هم غالبا هيوصلوا لاتفاق، اتفاقا ما غالبا، حتى لو خدوا 20 مليار بيقولوا معدين 20 مليار، صندوق النقد بيقول انه قال، الوزير بيقول انه قال، لن يحل المشكله، لانه بعكس اللي بيتقال في الاعلام هو عليه 100 مليار دولار لازم يدفعها خلال سنه. هنا بقى السؤال الاخير خالص، ثانية عليه 100 مليار ده اللي بحث، نفس الوقت عنده نقص في الميزان التجاري 20 مليار، 120 مليار دولار، وريها لي منين؟ طيب سؤالي هنا الاخير خالص، في ظل هذه التقارير اللي حضرتك استعرضتها، وفي ظل ايضا رؤيتك انت كاقتصادي من ان ديون مصر 300 مليار، وفي ظل رؤيتك من أن الحلول تكمن في عمل موازنة موحدة وليس 4 موازنات، في ظل تقارير بتاعت مورجان وبلومبرج كما ذكرتها حضرتك دلوقتي، إلى أي مدى مصر مرشحة لمصير سريلانكا؟ هي بالتأكيد مرشحة لمصير سريلانكا، ما في إلا وعلى فكرة وغالبا هيبقى مرغم أخاك الأبط، انا بقول بدل ما تبقى مرغم يعملها احسن. هو طبعا مش هيعملها ومش هيقدر يعملها لان هو كده بينهي نفسه بنفسه، محدش بينهي نفسه. طب ما هو ياخد القرض اهو، خلاص دول وصلوا الاتفاق تقريبا. اعمل ايه بالقرض؟ اعمل له ايه؟ الكلام بيقول ان هم وصلوا الاتفاق، ابترض انما ايه القرض ده حجمه ايه وهيعمل له ايه؟ انت عليه، انا قلت لك من دقيقتين عليه 120 مليار، هياخد 20 مليار من صندوق النقد. طب ما هو هيدفعه الشهر الجاي، خد بالك من عجائب الامور ان انت مزنوق النهارده فتقترض وتنسى بكره، ما انت هتدفعهم وانت ما عندكش اصل موارد من العمله الصعبه تدفعهم منهم، فهتروح للمال الساخن. المال الساخن بيتقفل، الاختراق بالسندات بتتقفل، فبيبيع الاصول برضه، مهما بعت اصول ومهما خدت من صندوق المال الساخن. أنا نصيحتي لك وقف، لأنها لن تحل الأزمة، لا يوجد حل اقتصادي لها. الطريقة الوحيدة للخروج من الديون هي إسقاطها،
التخلص منه. ما تفكرش انت بالشكل ده يبقى مش هتحل الموضوع. حال اسقاط الديون، ودي كانت تجربتنا مع مبارك. مبارك اسقط ديون قبل كده. مبارك له فيديو بيقول فيه ان انا ضغطت على الرئيس الامريكي والرئيس الفرنسي وقلت لهم مش واسقطت الديون. الى اي مدى لدى السيسي فرصه بعلاقاته مع رؤساء الدول انه يسقط ولو جزء من الديون؟ ويعمل العكس، وراح اوروبا وقال لاوروبا والله من فضلكم روحوا قولوا للصندوق النقد يبسط الدنيا علينا شويه، ما يطبقش علينا القواعد العامه بتاعته. كلام غير مقنع. انت المفروض تقول لهم والله ساعدونا ان احنا نعيد هيكله الديون بتاعتنا، ساعدونا ان احنا على الاقل ساعدونا في عمليه وحده الميزانيه دي. انما عمل العكس. مبارك خد المشكله ديت واعتبرها مشكله رئاسيه بالدرجه الاولى. انت لا تعرف الى اي حد سيسي حتى فاهم الموضوع ده لانه ما يتكلمش عنه، وسايبها للجرايد للاعلام لمعرفش ايه وزير الماليه والكلام وزيره التخطيط اللي هي متخصصه في ارقام غير معقوله ومواعيد. الناس دي بيقولوا كلام متناقض مع بعضه ومش حقيقي. يعني جزء من الرجاء بتاعي ان هو ينتبه له. هل لو ما حصلش الحل واضح، شعب هيسود. ما فيهاش جايز السنه دي، جايز بعد نص سنه، جايز، انما هيسود لان الوضع سيء. وانت وهل معلش دكتور، طيب معلش زي ما، وهل هيترك زعماء اوروبا التي تخشى من الهجره الغير شرعيه، هل هيتركوا السيسي يغرق؟ اعملوا ايه؟ اوروبا في ازمه اقتصاديه أسوأ في التاريخ بتاعها. ده المانيا وضعها الاقتصادي قريب من مصر. هيعملوا ايه؟ هتقول للعرب؟ العرب خلاص بطلوا حكايه انه يدعموا دول، بيصطادوا في المايه العجل. وانا مش بتكلم عن العرب، الشعب العربي يعني، دول زينا غلبانين. انا بتكلم عن الحكام العرب اللي هو يجي يختار اي حاجه هو عايزها ويستحوذ عليه، مش يستثمر فيها، مش يضيف مبنى او عماله او تكنولوجيا، لا، يجي ياخدها وهي بتشتغل وكسبانه، وممكن ياخدها مبادله للدين، انما ما بيستثمرش في مصر، ده بينقص من مصر. فما فيش عرب هيجي، ولو ادوا له المره دي قول لي انما هيعمل السنه الجايه. يعني انت ترى ان الزعماء العرب او الانظمه العربيه مش هتقف جنبه، خلاص بطلنا ببلاش، وان اوروبا تعاني من ازمات اقتصاديه وبالتالي مش هتعرف تعمل له حاجه. اسرائيل هتدفع فلوس، اسرائيل عمرها ما دفعت مليم لاي حد، وانت عارف الحكايه دي. امريكا مستحيل، امريكا ده عايزه كونجرس وعايزه كده، انما هيعملوا هيروحوا. ده امريكا سابت بورتريكو اللي هي الولايه 51 تفلس. وعلى فكره بورتريكو دول لاتينيين وبيروحوا امريكا مباشره، 3.5 مليون، وفعلا اتنقل. حكايه الهجره وما الهجره دي ده كلامه هو بيستخدمه يضحك عليهم. الدكتور محمود وهبة أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك، والله أنا استمتعت بالحوار مع حضرتك جدا، وبحييك يا فندم على كل ما. أنا عايزك تعمل لي وعد، أنا وأنت نشرنا كلمة الاقتصاد الأزرق. أنا فاكر طبعا. أنا عايز أنشر كلمة وحدة الميزانية. خلاص، هي سجلت باسمك الاقتصاد الأزرق، ويومها حلقة كاملة حضرتك شرحت فيها ما تعني كلمة الاقتصاد الأزرق. اليوم او الليله دي حضرتك شرحت وحده الميزانيه، وان مشكله مصر تكمن في وحده الميزانيه ولو جزئيا. حضرتك استثنيت وقلت كده بالنص، قلت ولو جزئيا، وجزئيا تعني هنا انك تاخد جزء من ميزانيه الجيش، فانت تدعو الى وحده الميزانيه. الدكتور محمود وهبه يرى ان مصر فيها اربع اقتصادات: الاقتصاد الاساسي اللي فيه وزاره الماليه، واقتصاد الجيش، واقتصاد الصندوق السيادي، واقتصاد الصناديق الخاصة. وهو يعني رافلي كده، أو يعني بشكل يعني ينقص الدقة شوية، قال إنه ميزانية الجيش تكاد تكون 5 تريليون، ميزانية الصناديق السيادية تكاد تكون 1.5 مليار،
الصناديق الخاصة 1 مليار، جمعهم تقريبا 8 مليار. لو دخلت الثمانية مليار دول على الميزانية الأساسية اللي هي الصفر هيعملوا أشياء كتير جدا. فهو دعا في هذه الحلقة إلى توحيد أو وحدة الموازنة العامة في مصر. أنا قلت حاجة غلط يا دكتور؟ تريليون مش بالمليار ولا المليون، تريليون سوري، 5 تريليون في الجيش، 1.5 تريليون في الصناديق السيادية أو في الصندوق السيادي، 1 تريليون في الصناديق الخاصة، يعني ما مجموع تقريبا 8 تريليون جنيه. لو توحدت في الموازنة هتعمل انتعاش كبير جدا في الموازنة المصرية، وربما ترحمه من الديون. أيضا ذكر الدكتور محمود وهبة أنه عنده موارد نقص في العملة الصعبة، عنده العملة الصعبة عنده نقص أيضا في أنه بيستورد غذائه 65% تقريبا، بأنه في رقم أكبر من كده يا دكتور، لكن ماشي. وأنه مشكلته الأخيرة هي النظام الاقتصادي بتاعه اللي هو بيتكلم على وحدة الموازنة. أنا إذا قلت حاجة غلط في تلخيص حضرتك يبقى ممكن تصلح لي، مظبوط كده يا دكتور؟ أنا آسف جدا. على أي حال ده كانت نهاية لقائنا مع الدكتور محمود وهبة، أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك سابقا ورجل أعمال. بشكره جدا، وأتمنى تكون الحلقة دي مفيدة زي ما كانت حلقة الاقتصاد الأزرق كانت مفيدة. بهذا اللقاء الجميل والرائع والمثمر مع الدكتور محمود وهبة خلصت الحلقة النهاردة. والله سواء كنت أنا أو الدكتور محمود وهبة، وأنا بتكلم عن نفسي وعنه كمان، لا نعني مش مشكلتنا مع النظام دلوقتي، مشكلتنا مع الشعب، إن الشعب المصري فعلا محدش فينا هيسعد لو شاف الشعب ده بينهار أو الناس في مجاعات، محدش فينا هينبسط مؤكد. دعك من كل الهراءات اللي بيقولوها إن إحنا مش عارف إيه وبتاع، أنا شخصيا وأعتقد دكتور محمود وهبة كده، وأعتقد زملائي جوه كده، لا يوجد بني آدم على وجه الأرض داخل وزارة إنسانية هيسعد لما يلاقي شعب زي الشعب المصري أو الشعب التونسي أو الشعب الليبي أو أي شعب بينهار ومجاعات وحروب أهلية، ده شيء ما يسعدش على الإطلاق على الإطلاق. لكن ماذا تفعل أو ماذا تعمل والراس دي أصلا اللي بتحكم البلد ما بتفهمش وموجودة وكأنها عاملة زي البطل الدرامي في الأساطير اليونانية. البطل الدرامي في الأساطير اليونانية يهرب من قدره إلى قدره زي أوديب كده، قالوا له أمك أنت هتتجوز أمك وتقتل أبوك، هو عايش مع أمه وأبوه، فيفضل يهرب ويروح بلاد تشيله بلاد تحطه عشان يقتل راجل في الشارع فيكتشف إن الراجل ده أبوه. طب ولو كنت عايش مع ده مين؟ ده واحد كان بيربيك شوية ويتجوز أمه، يا نهار أسود، دي أمي أمي، الله، أمي اللي كنت عايش معها دي مين؟ دي ما كانتش أمك، دي اللي ربيتك. فكأن البطل الأسطوري كده أو الدرامي كده يخرج يفر من قدره إلى قدره. فالسيسي كأنه بيعمل كده، كأنه رايح لابس في الحيطة وهو عايز يهرب منها. أنا طولنا عليكم شوية، إلى أن نراكم غدا إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.